بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من نمبر 1. ايه اللي بيحصل؟ الزمالك لسه ماتشه خلصان من لحظات. الزمالك بيتعادل مع بترو اتلتيكو بشق الانفس وبصعوبه بالغه ب1-1. هو الحقيقه بقى يعني علشان ايه الحاجات اللي شبه كده من الماتشات والنوعيه اللي شبه كده من الماتشات بيبقى عندك انت خليط من التعبيرات والتحليلات المختلفه، فانت هتقعد تسال نفسك شويه اسئله ليها علاقه بانه هي فرقه نادي الزمالك دي جه شبهها قبل كده، فهتلاقي نفسك تقول لا. طب هو كواليتي اللعيبه ده اتواجد في فرقه زي فرقه نادي الزمالك من سنين؟ هتقول لا. طيب كادر فني على اعلى مستوى اللي هو كريستيان جروس المفروض، وهو راجل يعني جاي بكل لبن عصفور، لبن عصفور حاضر، لبن عصفور موجود، طقم انا عايز طقم كله بالمدربين بالمحللين عايزين من ده من ده، طب حاضر من ده، مش عايز حد جنبي مصري حاضر ماشي نجيب لي، طيب يعني بس طب امير، طيب نزق امير عزم مجاهد عشان يبقى بس في حد ياخد خبره، طيب حاضر. فاللي هو فرقه مفيش بعد كده. طب مستحقات اللعيب تاخد مستحقات كله في ميعاده، في ميعاده. طب لائحه ومكافئات تمام، لائحه تمام احسن حاجه. ايوه بقى السؤال اللي بيطرح نفسه وجمهور نادي الزمالك بيساله، والماتش شغال والماتش بيخلص ومن ماتش جورماهيا ومن بعده ماتش نصر حسين ضايع، هي الفرقه دي ايه اللي جرى لها؟ هي اتلبست؟ اتبدلت؟ اتغيرت ليه؟ هي دي نفس الفرقه بنفس الكواليتي بنفس الاسماء بنفس كل حاجه. النهارده استعجال وتسرع وتوتر غير مبررين خالص. انت الزمالك وفرقه تقيله، واللي قدامك فرقه يعني مع كامل تقديري واحترامي بترو اتلتيكو مش فرقه كوره اللي تخوف، يعني مش تخاف نادي الزمالك، يعني مش اللي هي تعمل جيم قدام نادي الزمالك، تكسبها عادي جدا. بس الزمالك بقى بيرجع تاني والفرقه بترجع تاني لفصولها البايخه اللي هو ايه، تعال اعذبك شويه، تعال بص يعني هخلي عيشتك سواد. ليه يا جماعه؟ ليه يا اخوانا؟ ليه ده ماتش وانا افضل وانا احسن المفروض بكتير جدا. ليه داخل متوتر ومستعجل؟ ليه داخل وانا احنا ايه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت عمالين نقول ايه كريستيان جروس في مشكله ليها علاقه باهدار الفرص السهله، اهدار الفرص السهله. لا ده النهارده حتى كمان الميزه بتاعت اهدار الفرص السهله مش موجوده. مفيش فرص بتيجي للزمالك. مفيش خلق المساحات. النهارده بترو اتلتيكو يعني ايه فرقه تروح عليك بجون تجيب جون وشكرا. ازاي يعني؟ انت بتتكلم على فرقه متصدره الدوري الممتاز، بتتكلم على يعني كل الساده المحللين ومن لهم علاقه بكره القدم عمالين يقولوا يا جماعه في غطس من بعد ماتش جورمايا الكيني، مش في حاجه، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه عند الراجل كريستيان جروس مش مظبوطه يا جماعه، تغييرات يا جماعه، طب بصوا على التكتيك في الملعب، في حاجه في الفرقه دي مش مظبوطه. النهارده احنا دايما نقول ايه حصلت مشكله كانت ما بين مش عارف ساسي واوباما، طيب خلاص تتلم يا جماعه، حصلت ما بين مش عارف مين ومين تتلم. النهارده برضه نفس القصه كهربا واوباما يا جماعه، شوفوا بقى لا في حاجه بقى، التوتر ده زاد على اللزوم، اللي حصل النهارده في الملعب لا زاد على الحد، توتر واستعجال واخطاء وفي حاجات غريبه في الملعب بتحصل، كل ده ليه؟ ولا ذهن حاضر ولا ذهن صافي ولا انت بتلعب بالثقه انت ايه اللي حصل؟ انت لسه متصدر الدوري زي ما انت، انت لسه زي انت المفروض انك تحافظ على مستواك كمان في بطوله افريقيا، انت المفروض لما وقلناها ماتش جورماهي خلاص يا سيدي اتغلبت اقفل الصفحه بقى خلاص انتهى ماتش جورماهي، طب رحت نصر حسين ضاي قعدت في الماتش هنا في برج العرب تضيع 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 لحد ما رحت متعاقب بجون انتهى اللقاء 1-1، خلاص ارمي بقى ورا ظهرك يلا بح انتهى، ركز بقى في اللي جاي. برضه في الدوري عديت وانت ما بين نصر حسين ضاي وما بين جورماهيا، رحت ايه معدي ماتش النجوم بالعافيه ماشي مش مشكله، 3 نقاط اديك اخدتهم اتعلم بقى يلا، فتقوم جاي في الماتش اللي بعده تتعادل مع نصر حسين ضاي، تيجي ماتش طلاع الجيش كسبان 2-0 عامل جيم تك 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 احلى كوره في اول 10 دقائق خلصنا اللي عندنا دب دب جونين 2-2 شكرا. في حاجه في الفرقه بتحصل مش يعني تكتيك، اداء فني، اخطاء من اللعيبه، اخطاء في التوظيف، اخطاء في حاجات كتيره نتيجتها انت النهارده الزمالك
بيصعب عليه على نفسه الموقف، بس هو صعبها على نفسه. بس هي مستحيله؟ لا مش مستحيله. اقول لك بقى يا عم، طيب ايه يا عم مش مستحيله؟ هو انتوا هتطلعوا تضحكوا علينا وتطلعوا؟ يا عم انا لا هضحك عليك ولا حاجه. بص في الجدول، الجدول بيقول لك ان جرماهي النهارده لما كسب نصر حسين ضاي عمل ده لمصلحه نادي الزمالك، فانت النهارده جرماهي 6، نصر حسين ضاي 4، وبترو اتلتيكو 4، والزمالك اخير ولكنه معاه نقطتين. ده موقف المجموعه. طب الزمالك فاضل له كام ماتش؟ فاضل له 3 ماتشات، فاضل له 3 ماتشات، 2 منهم بره ارضه. الماتش اللي جاي بترو اتلتيكو بره. ما هو انت، ما هو احنا قلنا بقى من الماتش ده يا جماعه انت لازم كنت تكسب، فانت لازم ال3 ماتشات اللي جايه ما عندكش، انت ما فيش اختيارات، ما عندكش اختيارات. وانت اصلا كان الماتش ده انت ما عندكش فيه اختيارات ولا اي حاجه غير ان انت تروح وتكسب. انا ما اعرفش الفرقه دي واخده مستحقاتها، وده اللي انا متاكد منه. الفرقه دي اعلى كواليتي لعيبه جه لنادي الزمالك من فتره كبيره، وده اللي انا متاكد منه. المدير الفني اللي بيطلبه بيحصل وبيتنفذ وموجود. عايز من ده حاضر، عايز لعيب كذا حاضر، عايز مهاجم حاضر، يا عم يعند مع ايمن حفني بيعند وكلامه بيمشي حاضر، يعني كل حاجه اقصد حاصله. كل مره كان بتبقى عندنا مشكله الحقيقه وبكل صدق، مشكله ليها علاقه بتدخلات الاداره، تدخلات رئيس النادي، كنا بنطلع نقول ما هو اللي بيحصل في نادي الزمالك ده من التدخلات. طب المره دي مفيش تدخلات، ما تخلونا نتكلم كلمه الحق. المره دي الراجل عمال يعمل اللي هو عايزه. هو متصدر الدوري بس ضارب غطس في بطوله افريقيا غير طبيعي وغير مبرر. يعني انا افهم مثلا انه لما ما يكونش عندي لعيبه كويسه فادائي يبقى على القد، يعني الماتش على القد، لكن يا عم ده انت معاك كل حاجة، كل حاجة في المركز الواحد اتنين تلاتة. يعني ده النهاردة عبد الله جمعة الحسنة الوحيدة اللي عملها كريستيان جروس انه وظف عبد الله جمعة. السبرنت اللي عمله عبد الله جمعة بالاوفر بالهدف اللي سجل وينسب لعبد الله جمعة. فين بقى الاداء الجماعي؟ فين اول 10 دقايق في ماتش طلائع الجيش؟ فين بقى الشخصية بقى؟ ايه بقى الشخصية؟ شخصية نادي الزمالك فين؟ فين الفرقة اللي احنا قلنا اختبار الحقيقي؟ وافتكروا انا قلت الكلام ده هنا كويس، والناس قعدت تقول لي ايه؟ هو انت كده بتقول حاجة احنا يعني مش فاهمينها؟ ما هي حاجة طبيعية. لا، ما هو ده اللي بيفرق. قدرة أي فريق بطل على الفوز بأي بطولة هي قدرته على المحافظة على مستواه وقت الضغط. وأنا لما يكون الفارق ما بيني وما بين خصومي نقاط كتير في الدوري، وانا لما يكون الفرق ما بيني وما بين الفرق اللي معايا في بطولة افريقيا لصالح المفروض المجموعة دي، اول لما اتحطت على الورق الزمالك متأهل. اول ما ده يتحط كده، يتحط اسم الزمالك وسط الناس دي بالفرقة دي، الزمالك متأهل. فمعقولة الزمالك مش قادر يلعب تحت ضغط؟ معقولة الزمالك مش قادر يلعب تحت ضغط انه تعادل ماتش وخسر ماتش فالفرقة متوترة بالشكل ده؟ ما اعرفش اللعيبة مالها. هم نفس اللعيبه المميزين اللي عملوا اداء مميز في ماتشات قبل كده كبيره في الدوري الممتاز. لكن ده النهارده هتلوم على كريستيان جروس انه ما خلقش البديل، هتلوم على كريستيان جروس انه قراءاته دايما متاخره، هتلوم على الراجل في حاجات كتير جدا جدا فنيا. بس برضه الامانه وانت بتلوم على الراجل فنيا، ما انا احيانا كتير ممكن ابقى قراءاتي يعني على القد، بس انا جايب لعيبه جامده حتى واحد منهم يخلصني، لكن ده ما حصلش. في فرصه في فرصه صعبه جدا، لكن لو انا راجل وعايز اجيبها هجيبها. لو عايز اكسب ال3 ماتشات عشان انا راجل وهجيبها هجيبها، اتمجدع كده. اصل دايما يقول لك ايه، لما يبقى في فرق امكانيات انا الاقل واللي قدامي الاعلى، فبعوضه بالروح والقوه والطاقه والحماس و و و و لكن ده انت اصلا امكانياتك اعلى من ال3 فرق مع كامل تقديري لل3 فرق اللي موجودين في المجموعه. بس فين بقى؟ مفيش. في الملعب مفيش. كان الله في عون جمهور نادي الزمالك. محدش يقول لي ايه اصل الجمهور كان عامل عليه ضغط وقعد اصله يهاجم اللعيبه. لا، ما هو جمهور الكوره كده يا حبيبي. ايه انت عايز ايه؟ عايز جمهور الكوره ايه؟ هو جمهور الكوره كده. يعني لما تبقى كسبان ومأدي أداء كويس هيبقى تمام وزي الفل ومرضي. لما تبقى أنت ما بتعملش اللي عليك
جمهور الكوره كده بيشجع مره وبعدين يغضب شويه، عادي جدا يغضب يا سيدي، يعمل اللي هو عايزه في الاطار ان هو ما يخرجش عن الاخلاق، عشان ابقى منصف وامين في الكلام اللي انا بقوله، لان انا لا ابرر لاي جمهور من الجماهير يشتم اي لعيب من اللعيبه او يتعدى. بس الجمهور غضبان ما يغضب، ما تلعب، ما تكسب، خليه يتبسط. ما هو برضه شقيان وراك يعني، بقاله سنين جمهور نادي الزمالك ده شقيان وراك بقاله سنين يا اخي. بقى بطوله بقى يعني، يعني يعني الناس خلاص ضجت يعني. البطوله الكونفدراليه دي معقوله يعني نادي الزمالك بالاسماء دي انا اخدش البطوله دي يا جماعه؟ ده لسان حال جمهور نادي الزمالك يعني. معقوله بقى انتوا هتعشمونا وفي الاخر تخلوا بينا يعني؟ ده لسان حال جمهور نادي الزمالك. الناس بتكلم بعضها ان الزمالك بالقوه دي وبالامكانيات دي في بطوله السنه دي، فاللي هو البطوله الكونفدراليه والزمالك موجود فيها بالاسماء دي كلها وبالاداء الفني ده كله في الدوري، طب ايه اللي بيحصل في افريقيا؟ ايه الغطس اللي بيتضرب في افريقيا؟ فمش معقوله حتى كمان حتى هيبقى يقول لك الجمهور لا لا ولا جمهور ولا بتاع يعني، ده كلام بلابلي ما بفهموش. لا انت تتحمل ضغط، انت لعيب كبير، لعيب دولي، نادي الزمالك فيه لعيبه من المغرب ولعيبه من تونس ولعيبه من مصر وفي كلهم منتخبات. كان الله في عون جمهور نادي الزمالك بامانه شديده جدا جدا. هفضل اقولها عشان برضو انا بلبس فانيله اي فرقه في مصر بتلعب في افريقيا. انا كده ممكن ابقى غلط يا سيدي، سيبني انا غلط زي ما انا يعني، يقول لك انا كده بحب ابقى كده، شايف انه الطبيعي انه المسانده تحصل اعلاميا لكل الفرق سواسيه. والكلمه تتقال في التحليل الفني او الانطباعات الفنيه سواسيه. انما بقى فكره التشجيع والكلام ده كله مش 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 في البرنامج ده، في برامج تانية هتلاقي كل واحد يشجع في الدوري زي ما هو ما عايز. خلاصه القول في 30 راجل موجودين في النادي الزمالك في بطوله افريقيا، في 3 ماتشات مكسب، نقطه ومن اول السطر ده عشان نكون كفيت ووفيت في موضوع نادي الزمالك. النهارده واحنا بنقفل ملف الزمالك وافريقيا، هو مش هيتقفل لان النهارده الجزء الثاني الحلقه الاسبوعيه بتاعتنا مع الكابتن رضا عبد العال، هنتكلم اكيد فنيا عن لقاء الزمالك وهنتكلم عن الماتشات اللي اتلعبت النهارده في الدوري. الاهلي النهارده بيحول تاخره امام الجونه بهدف الى مكسب بهدفين مقابل هدف. هنا بقى هقف عند شويه حاجات انا لا اقارن يعني ايه، انا حط انا قلت نقطه من اول السطر فانت اقلب الصفحه عشان احنا في صفحه جديده. احنا قلبنا صفحه افريقيا بالزمالك وبنتكلم في صفحه الاهلي في الدوري. الاهلي متاخر بهدف، الجونه بيعمل ماتش جامد جدا، الكابتن حماده صدقي بيثبت كل مباراه انه راجل قدير، مدير فني محترم بالامكانيات اللي موجوده باللعيبه اللي موجوده. على فكره لعيبه الجونه لعيبه رجاله، عندهم قلب وعندهم روح واداء فني محترم وبينفذوا اللي بيطلب منهم. خد بالك ما اللعيبه اللي كانوا الناس عماله تتكلم فيها المعارين ومش معارين ما لعبوش مع الجونه، والجونه كان متقدم على الاهلي بهدف دون مقابل، وتعب الاهلي جدا جدا بس جدا جدا جدا. بس العامل اللي انا بتكلم عليه اذا توفر دائما توفرت رايه النصر، هي عامل الروح. الاهلي النهارده كان بيلعب بروح مضاعفه، هو عايز يكسب، فطالما انت بتاخد باسباب المكسب وبتحارب في الملعب وبتقاتل على كل كوره وعلى كل فرصه وعلى 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 وعلى، النتيجه انك بتكسب. النهارده التغييره بتاعت مارتين لاسارتي هو يمكن كان موافق فيها جدا، بيخرج هشام محمد بينزل كريم نيدفيت بيحط الكوره، كره بترتد سكند بول، الراجل بيقف عليها بيسجل بيشوط بيسجل. حق في لقطه هنا هي عباره عن كسر من الثانيه اللي شاف الماتش فعارف انا بقول ايه، وكلكم شفتوا الاهداف، مفيش حد ما شافش الاهداف. كريم نيدفيد اول لما الكوره ما نزلت له عمل كده بالظبط، حط الكوره وشاط والكوره جت جون. كريم بيشاور لباقي، بص ده واحد من اصغر اللعيبه اللي موجوده في الملعب، بيشاور لباقي زمايله يلا، اللي هو خلاص احنا جبنا جون يلا عشان لازم نكسب، الماتش مش هينتهي تعادل، احنا عايزين البطوله. مشاهد بتبقى تفاصيل تلخص، حط الكورة سنتر العب اضغط جون التاني 2-1 الاهلي بيكسب 3 نقاط في الحصالة اتقلص الفارق. وهذه النقاط اللي احنا بنتكلم فيها دايما، عندك روح فرقة الاهلي النهاردة. انا حقيقة كمان
عجبني جدا مروان محسن. مروان النهارده الظهور بتاعه كان ظهور مميز جدا. اللقطه بتاعت استلام مروان للكوره وقوفه عليها وتحجيزه على الكوره لحد ما يشوف حد فاضي من اللعيبه عشان يحط له الباص عشان ناصر ماهر يسجل الهدف الثاني، لقطه 10 على 10. مهاجم هو بقى ده الادوار اللي دايما الساده المحللين الفنيين يتكلموا فيها، الادوار الثانيه اللي بيقوم بيها المهاجمين. مش شرط تجيب جون، بس اخلق لي مساحه وخلي واحد يجيب لي جون، وده اللي عمله مروان محسن النهارده. ما تركزش بس مع ناصر ماهر، ناصر لعيب انا بقول انه مستقبل كبير لنادي الاهلي ومستقبل كبير لمصر. ناصر لعيب كوره حلو حلو بامانه يعني. فانت لما تشوف النهارده المهاجم بتاعك ما بيسجلش، اي نعم هو نازل بديل ما سجلش اي نعم، لكنه خلق لك مساحه واستنى لحد ما واحد بقى فاضي وحط له الكوره وحجز عليها بجسمه كويس جدا، خلاص انا مش محتاج حاجه تاني. انت الاسيست اللي انت عملته اكنك جبت لي جون. متشكرين جدا. 10 على 10 مروان محسن النهارده، اتمنى له كل توفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه. الاهلي بيجري ورا الزمالك وبيراميدز، وبيراميدز النهارده هو الاخر بيفوز على المقاولين العرب بهدف دون مقابل، واحده برضو من الماتشات الصعبه جدا. بيراميدز سجل فيها الهدف الوحيد، كسب، اخذ الثلاث نقاط، الدوري حلو، الدوري مولع. ادي نتائج الماتشات وهجيب لكم جدول الدوري بقى عامل ازاي. النهارده بعد المكسب ده بيراميدز كان 45 بقى 48. وعندك برضو النادي الاهلي في المركز الثالث 48 نقطة على اعتبار الماتشين اللي اتلعبوا، فانت لسه بتتكلم في فارق ثلاث ماتشات ما بين بيراميدز والاهلي، ولكن هناك تساوي في النقاط. الجيم حلو، اصله كمان الزمالك 52 نقطة، فالفارق كله على بعضه أربع نقاط. يعني احنا رايحين في سكة إن مباراة الحسم ومباراة الدوري هتتحدد بلقاء مهم جدا ما بين الاهلي والزمالك ذهابا وايابا. خلونا نستمتع وخلونا نتفرج على كوره حلوه، وده اللي يحصل ان شاء الله باذن الله. طيب، فالمكسب النهارده مكسب مهم جدا بالنسبه للاهلي، ومكسب مهم جدا بالنسبه لبيراميدز، ده تعقيبا على اللقاءين. طب انا معايا على التليفون كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق اهلا وسهلا بحضرتك ومبروك، الف مبروك. اهلا بيك يا كابتن ابراهيم، تحياتي ليك طبعا، والحمد لله يعني المكسب الله يبارك فيك طبعا، والحمد لله يعني مباراه مهمه في ظل المنافسه اللي موجوده بين الثلاث فرق الاهلي والزمالك وبيراميدز. اتمنى ان شاء الله ان نكمل، ولسه الدوري طويل يعني. الدور طويل بس في نفس الوقت ممتع وحلو، والجيم بقى حلو والدنيا سخنت وكل الفرق عايزه تكسب، والاهلي النهارده عمل تاخر، كان متاخر بهدف بيتمكن من العوده للقاء، وهي دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها مع حضرتك. الاصرار والعزيمه اللي دايما كانت مميزه للنادي الاهلي النهارده موجوده في هذا اللقاء. والله فعلا، ما انت يعني في ظل ان انت يعني انت بتلعب على بطوله، وبطوله مهمه، وانت عارف ان النادي الاهلي بطوله الدوري دي بالنسبه له يعني بطوله غاليه جدا جدا، ويعني طلاب النادي الاهلي البطوله الاهم بالنسبه للبطوله المحليه هو الدوري. من هنا طبعا بيجي اهميه اللقاء النهارده، واهميه ان انت تكسب ثلاثه بونت بالنسبه لك مهمين جدا في ظل ان الزمالك تعادل. فانت لما بتكسب النهارده بتقرب الفارق لاربعه بونت، كان الفارق قريب قوي كان ثمانيه. ايوه. الزمالك بيتعادل مع بيراميدز، وبعدين بيتعادل المباراه الاخيره مع الجيش. تستغل انت النتيجتين دول وبتوصل للنقطه اللي يبقى فارق اربعه بونت بينك وبينه، فده بيبقى ضغط على المنافس. كلام يعني. صحيح. ولسه بنقول الدوري طويل يعني، لسه في ماتشات كتير، ولسه في كمان زي ما حضرتك بتقول ان في ماتشين بين الاهلي والزمالك، لسه الماتش حتى الاول ما اتلعبش. صحيح، ودول الماتشين دول هيبقوا فارقين بشكل كبير جدا. طبعا. مفيش كلام يعني، فلسه بدري، وان شاء الله باذن الله احنا يعني احنا بنلعب يعني مصممين ان شاء الله ان احنا الدوري ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي ان شاء الله يعني باذن الله يعني. الدوري في النادي الاهلي؟ ان شاء الله باذن الله. طيب. خليني طيب اسال حضرتك على يعني النهارده كريم نيدفيد تغيير وتبديل بينزل موفق جدا، كريم اصبح لدى جمهور النادي الاهلي اكنه صفقه جديده، اكنه لعيب جديد بقى موجود في فرقه النادي الاهلي، هو ايه اللي حصل علشان كريم نيدفيد يصل الى هذا المستوى
انا قلت دايما وكنت بتكلم على انه كريم راجل في الملعب، وكانت الانتقادات في اشدها، بس كنت بشوفه دايما لعيب راجل وبيعمل اللي عليه، قد يكون التوفيق غير محالف ليه. انما دلوقتي كريم الحقيقه مش بس مساله رجوله، مساله رجوله واداء في الملعب بشكل فني وتنفيذ للتعليمات. اسال حضرتك ايه اللي حصل وبقى فيه متغير وبقى فيه لعيب جديد اسمه كريم نيدفيد؟ هو في قناعه، يعني لما تيجي تتكلم على كريم نيدفيد في قناعه من النادي ومن الاجهزه اللي كانت موجوده قبل كده، كابتن حسام بدر لما كان بيديله فترات كبيره من قبل كابتن حسام، كان فيه مدربين كتير عارفين ان كريم ده لعيب كويس، وعارفين الجيل ده كمان، الجيل اللي هو جيل 97 كان فيه رمضان وكان فيه كريم وكان فيه ناصر ماهر، وكان افضل ثلاثه مميزين جدا في الفرقه دي بتاع 97. فترات كتير كان كريم ممكن لما يخش في توقيتات ما كان، يعني هو كريم كان افضل مكان له يبقى موجود في الديفندر، يعني الديفندر ده بيبقى مميز جدا كمان، وكمان زياده العاديه بيعملها بشكل كويس قوي، بداية دايما في ال 18 ودايما بيجيب اهداف. وشوفنا حتى الكلام ده لما كان بيلعب مع منتخب الشباب، كان دايما بيبقى متواجد، كان بيجيب اجوان وبيجيب اجوان مؤثره وبيجيب اجوان فيها فكر. فكريم لعب كويس، واحنا عندنا قناعات بالكلام ده، وكان شفت قد ايه كان السوشيال ميديا بيعملوا حملات على كريم. أيوه. كريم ده يعني بطل، يعني بطل والله، بطل على صغر سنه ده. احنا لو مشينا بقى ورا السوشيال ميديا وقتها ومشينا ان كريم، لا احنا قناعاتنا كبيره جدا بكريم، وقناعات النادي عارف ان كريم لعيب كويس. صح. مش معنى بقى ان تخيل معايا كده، تخيل كده معايا كابتن طارق، ضغوط من السوشيال ميديا خلت كريم نيدفيد يخرج لاي نادي اعاره، وكريم بقى متالق مع هذا النادي، اتفرج السوشيال ميديا هي نفسها اللي كانت هتنتقد النادي الاهلي انه خرج لعيب بهذا الاداء وهذا المستوى، وبقى بيسجل اهداف في مرمى الاهلي وفي مرمى الخصوم. تخيل الوضع كان بقى عامل ازاي. طبعا يا كابتن ابراهيم، احنا يعني مش ممكن يبقى احنا شغالين ازاي، يعني احنا كل يوم في النادي وبنتمرن وبنعرف نقيم كويس، يعني التقييم ده بيبقى موجود من خلال طبعا الاجهزه الفنيه اللي موجوده، تبقى شايفه اللعيب وعارفه اللعيب وعارفه تفاصيل كتير صغيره ما بتبقاش موجوده عند الناس اللي يعني مش مطلعه يعني زينا. فطبيعي ان انت لما تيجي تقيم واحد بتقيمه، يعني بتقيمه في اوقات كتير جدا 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 جدا، انما بيجي وقته، هو ده وقت كريم بقى. كريم بقى عنده ثقه في نفسه وبقى لعيب دلوقتي مؤثر في الفرقه. صحيح. ناصر ماهر بقى لعيب مؤثر في الفرقه، لعيبه كتير موجوده دلوقتي. هاني ماشي كويس قوي ما شاء الله. هاني ما شاء الله. رمضان موجود، يعني هتلاقي الدنيا. لا طب بس هو اللوغاريتم لسه حسين الشحات، يعني جمهور النادي الاهلي مستني من حسين الشحات كتير، ايه اللي حاصل؟ هل هو لسه هيجي؟ والله يا كابتن ابراهيم انت فاكر بدايه بركات مع النادي الاهلي، وفاكر بدايه عبد الله السعيد مع النادي الاهلي برضه، وبدايه عبد الله السعيد قعد فتره كبيره. طبعا. وبركات بالذات انا فاكر كويس قوي، بركات اول ما جه قعد فتره، وبعد كده بقى يعني بركات بقى من افضل لعيبه في تاريخ النادي الاهلي. طبعا ما فيهاش كلام. فلا لسه حسين جاي، كل لعبه كتير هتيجي عندها افضل من كده بكتير، بس هو الموضوع كله ان انت تبقى مقتنع بالكلام ده وبتدعم اللاعب، وده بيتقال لحسين. يعني هو حسين بس ممكن ايه يبقى شويه نفسه ان يبقى يجيب اجوان، ونفسه ان يبقى يعني كل مباراه يجيب جون، عشان يعني عارف حسين لما كان جاي كان في بقى يعني منافسه جامده جدا بين الاهلي وبين انديه ثانيه. فحسين بقى كل مباراه بيبقى نفسه يجيب جون، انما هيجي ولاد لعيب كويس، لعيب ممتاز، لعيب مؤثر في الفرقه، وان شاء الله باذن الله يعني الفتره اللي جايه هتلاقي حسين موجود بشكل كويس، يعني هيبان قدراته ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب مدى رضا حضرتك بقى عن الاداء الفني لشريف اكرامي النهارده؟ والله شريف النهارده يعني انا شايف مجمل المباراه ما شاء الله، يعني في قرارات كتير اتاخدت في حاجات كتير ورا خط الظهر، طلع توقيته ممتاز، قرار فيها كويس قوي، توقيته كمان كويس، في كوره في بدايه المباراه خالص في الشوط الاول طلع فيها توقيت ممتاز، توقيت مناسب جدا، في كوره كمان في الشوط الثاني في الاخر برضه طلع توقيت كويس قوي، كانت داخل ال 18 بيارد او ب 2 يارد، خدها بشكل كويس قوي. لا رسالاته كلها برجليه النهارده عملها بشكل كويس، فمجمل المباراه النهارده شريف ادى مباراه كويسه، ادى مباراه كويسه، حتى المباراه اللي فاتت مباراه الانتاج لما لعب اثناء التسخين لما شيلناه وجاله وجات والضمه برضو عملها بشكل كويس. لا في منافسه شريفه بينه وبين الشناوي وبين موجود علي، وفي النهايه طبعا هي بتصب في مصلحه الفريق يعني. طيب اسال حضرتك بقى على محمد الشناوي واصابته، او ايه المشكله عند محمد؟ هو الشناوي عنده وجهات في العضله الضمه يعني. يعني هو حتى يعني مش اصابه مثلا، يعني ما ارتقاش للشد او للمد. الحمد لله هو بس اجهاد، والاجهاد ده يعني هياخد، يعني هو رايح امبارح ومريح النهارده.
بكره كمان احنا عندنا راحه ان شاء الله من بعد الاجازه ان شاء الله هيبقى موجود مع الفرقه وهيخش في التدريب ان شاء الله. يعني هو الموضوع كله اجهاد يعني مش اصابه كبيره يعني مش هتاخد وقت طويل ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله يرجع ويكون بالف سلام. كابتن طارق بشكرك شكرا جزيلا ومبارك لك مره ثانيه المكسب. اشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. عايز بس قبل ما اقفل ماتش الجونه عشان هتكلم على ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي. عجبني جدا محمد ناجي جدو، عجبني جدا جدو السنه دي اكنه جدو بتاع 2010. في كده حماس وفي لعب القتال فيرجن حلوه من جدو السنه دي بصراحه. تهيألي يعني الامكانيات الفنيه اللي ظهرت دي حاجه كانت تستحق التحيه والتقدير. بص بقى يا سيدنا، النهارده كان في ماتش ما بين مانشستر سيتي وما بين تشيلسي نهائي كاس الرابطه. حلو، ماتش جامد. الماتش 0-0 انتهى الشوط الاول، الشوط الثاني، الثالث، الاضافي يعني، وخلاص ثواني والحكم هيصفر وهنروح لركلات الترجيح من نقطه الجزاء. فالراجل ساري المدير الفني لتشيلسي عايز يغير حارس المرمى، وكان واقع في الكوره فهو عايز يغيره. هو مش عايز يغيره عشان هو مصاب، عايز يغيره لانه الحارس البديل خبره وعنده امكانيات فنيه في صد او التعامل مع ركلات الترجيح من نقطه الجزاء. تقوم تحصل لقطه هي الاغرب في تاريخ كره القدم منذ ظهورها ومن وقت ما شجعنا كرة القدم إلى يومنا هذا في 2019 ما شفناهاش. بكلمكم بأمانة يعني، أنا بشترك في دورات رمضان من زمان ما شفتهاش في أي دورة رمضانية، ما شفتهاش في الساحة الشعبية، ما سمعتش عنها أيام أيام سعيد الحافي، ما شفتهاش وربنا ما شفتها. بيقول لك ده اللي ما عندوش كبير بيشتري له كبير. ده ساري واقف معاه حارس المرمى البديل، حلو كده؟ فبيشاور لكيبا، كيبا حارس المرمى الاساسي، يلا غير. فالتاني راح مشاور له قال له لا مش طالع. يا ابني امشي، يا ابني ادخل، يا حبيبي يلا، ده في ماتش يا ابني. لا مش طالع. وايه بقى؟ اهو بص بص وسايق بقى ايه؟ عارف انت، عارف انت جو البلاهه بقى اللي هو ايه؟ بشاور لك اللي هو بشاور لك لا 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 انا كويس، لا ما بقولكش على فكره انك مصاب. ما تشتغلناش وتشتغل نفسك وتشتغل الناس اللي في العالم كله واللي في الاستاد. انا بشاور لكش عشان خاطر انت مصاب، انا بشاور لك عشان ده تبديل عشان خاطر لازم تخرج. راح له ديفيد لويس، يا عم الحاج خده على جنب، اسمع يا برنس، الراجل هيغيرك عشان احنا داخلين على ضربات جزاء، من الاخر مش مقتنع بيك في ضربات الجزاء، يلا انجز. لا لا انا كويس انا مش مصاب. يا ابني انت بتشتغل مين؟ يفضل على الحال ده مثلا 3 دقايق، يقوم ساري يتجنن، يقوم عمال يخبط ويرزع على الدكه وياخد بعضه وهيخرج من خرج من الملعب. وبعدين اهو بص، وبعدين في اتجاهه خارج والراجل المعلق يا عيني عمال يتكلم الاجنبي هيتجنن، يقول لك انا ما شفتش كده قبل كده، ما شفتش كده قبل كده. لقطه غريبه جدا استمرت مده 3 دقايق ولا حاجه. وبعدين الراجل هيخرج، بعدين افتكر طب انا هخرج واسيب الفرقه. بص يخبط في ازايز ويخبط في البتاع، ما في يا جماعه هو في كده؟ بقول له لحضراتكم قسما بالله في الساحات الشعبيه وفي الدورات الرمضانيه ما بتحصل. بقول لك ايه ده، احنا لما بنبقى نلعب مع بعض خماسي واحد صاحبنا احنا موقفينه مدير فني بنكبر له، غير يا ابراهيم بيغير، اخرج واطلع حاضر. فانت متخيل هو بيلعب في اي ليفل؟ تعالى بقى اوريك اهو، اتفضل يا سيدي. فالراجل راح اوريك الاغرب بقى والاعجب. الراجل راح لزولا، يا عم زولا خرجه. زولا يزعق برضه، التاني مش عايز يخرج. بص زولا اهو وساري هتجنن، يلا يا سيدي اخرج برضه مفيش فايده. قعدنا بقى 3 دقايق بص مروا على الناس اكنهم ساعه. وادي عين الراجل هيعمل ايه؟ فيروح يكلم. بص هنا قوانين كره القدم وقفت عاجزة عن تفسير الحالة ديت. يعني الحكم يعمل ايه؟ يعني اهو بص يعمل ايه الحكم؟ قولوا لنا حاجة في القوانين بتاعت الكورة. الراجل ساري راح يشتكي للحكم، الحكم راح كلم اللعيب، اللعيب مش عايز يخرج.
في حاجه في الكوره بتقول ايه؟ بتقول اي حاجه في اللي احنا بنشوفه ده في المهزله دي؟ مفيش. فيعني اخر المزاق التاني قافش في الملعب، قافش في النجيله، وده عمال يرزع ويخبط. قال لك خلاص ما احناش مبدلين، كمل يا مولانا. مشهد كارثي. شوف احنا دايما نقول لك ايه؟ ان احنا اللي عندنا ده حكشه، لا ده هم طلع عندهم حكشه زينا واكتر. عندهم حكشه زينا واكتر، المشهد ده كده بيقول كده. اللعيب ده عنده 23 سنه، بس هقول لكم الفارق. 23 سنه اللعيب ده لو عمل الغلطه دي هنا، انا بتخيل وانه انا بشوف ان هو ده الطبيعي. مش بكره الصبح. مش بكره الصبح. اصله انت اي حاجه ليها علاقه بالاداره الفنيه اللي بيليد واللي بيدير المدير الفني، اخرج اطلع بدل، دي حاجات بديهيه جدا. 24 سنه اللعيب. فانت لما تيجي تقول له اخرج وما يخرجش، انت عايز ايه اكتر من كده؟ فضيحه قدام العالم ان ما بتسمعش كلامك. فالطبيعي والبديهي انه مش بعد، يعني مش هتستنى بكره الصبح، بعد الماتش عرض اللاعب للبيع مثلا، او بعد الماتش عقوبه للاعب مش عارف كام قد كده. يعني في حاجه هتحصل، في كارثه هتحصل، لانه المشهد هو ذات نفسه كشف عن نفسه. المشهد بعد الماتش حصل ايه؟ العالم كله وكل النجوم اتكلموا في الموضوع لانه مش فاهمين. يعني جون تيري واحد من نجوم تشيلسي كان مش فاهم، قال انا البديهي انه اتغير يتغير. ساري بقى عمل حاجه انا ما شفتهاش في حياتي، وللامانه يعني انا هقول لكم سؤال ايه وبعدين اقول لكم تعقيبي. قال لك ايه بقى؟ قال لك اللي حصل مع كيبا سوء تفاهم. انا عارف ان انتوا ما بتحبوش تتكلموا في كره القدم كتير، انتوا بتحبوا تتكلموا في الحاجات اللي شبه كده. الامر انتهى وانا تفهمت وجهه نظره. عارف انت لما يبقى واحد فضحته بجلاجل وعلى راسه بطحه والناس شايفه انه دماغه ورمت من البطحه وهو عامل نفسه مفيش في دماغه بطحه، يا عم انت بتشتغل مين؟ ده لعيب رفض الانصياع لقرار مدير فني. رد فعل هو الاضعف في حياتي، ما شفتش كده. هتقول لي هو طبيعي ان هو يطلع يقول كده؟ هقول لك على حاجه. اللي بيتابعوا الكره الاوروبيه والعالميه هيعرفوا ده وهيلاقوها موجوده. جون تيري، لا مش جون تيري، تيري اونري، بيحكي في مره هو كان بيحلل لشبكه سكاي سبورت، لو انا فاكر صح، محمد فكرني لو انا بقول الشبكه غلط فكرني. اعتقد كان الفيديو اللي انا شفته ده لسكاي سبورتس. فبيتكلم بالظبط كده، فبيتكلم على طريقه اداء بيب جوارديولا، فبيقول لك انه كان تعليماته لازم تتنفذ يعني زي الساعه، فكان مخليني بلعب على الطرف، فانا ما بحبش العب على الطرف كتير، ففي كوره اخترت فيها ان انا اخش على جوه، اخدت الكوره سجلت هدف، دخلت بين الشوطين قعدني وما نزلنيش تاني. فبقول له ده انا جبت جون، قال له جبت جون، انا ما قلتلكش تخش جوه، انا قلتلك العب على الطرف. شوف مدير فني بيتكلم في تفصيله قد كده، يا عم جبت جون، انا قلتلك تلعب على الطرف. جبت جون سامع على الطرف، فما بالك بقى غير مش مغير. ده احنا عندنا احمد حسام ميدو عملها في بطوله الامم الافريقيه، اخرج يا ميدو قال لك مش خارج، اخرج يا ميدو قال له كل مره كل مره كل مره، وراح خارج. ميدو ما شافش منتخب مصر تاني. ومصر لحد النهارده لما بتفتكر الجزئيه ديت يعني حصلت، واقع حصل، هو خرج. يعني احمد حسام ميدو خرج. بس انت متخيل وقت الغضبه الجماهيريه اللي كانت موجوده ازاي؟ فاللي حصل ده بلابلي على الاخر، بلابلي كفته. سواء المدير الفني اللي طلع قال كلام ما يتفهمش ولا له علاقه اصلا بالكوره، سواء اللعيب اللي ارتكب خطا انا ما شفتوش في حياتي ولا هشوفه لحد ما يعني كره القدم دي تنتهي، والمشهد كله الناس كلها عماله تضحك على ساري علشان تبريره الغير مقنع للكل، وعلى لاعب اتدفع فيه رقم هو الاغلى والاعلى في حارس مرمى وهو مستقبل تشيلسي، ولذلك حريصين على ان هو بعد الموضوع ده يتلم بالشكل ده. مبروك لمانشستر سيتي الفوز اليوم على تشيلسي. انا واحد اقدر جدا على طول الخط احترام اللعيب لقرارات المدير الفني، اي حاجه تانية غير كده عمري ما هكون معاه.
عندي خبر مهم جدا انه كهربا قبل ما اروح ل 90 ثانيه كهربا تم توقيع غرامه عليه قدرها 300,000 جنيه وايقافه لاجل غير مسمى بسبب ما بدر منه بعد المباراه وتحويله للتحقيق او اثناء تبديله. تاني ايقاف كهربا لاجل غير مسمى مع توقيع غرامه ماديه عليه 300,000 جنيه وتحويله للتحقيق بسبب ما بدر منه اثناء تبديله. هو ده اللي هتكلم فيه برضه، ده احنا عمالين بنقول على كذا وعلى كذا وعلى كذا، عقوبة وقرار ومشاكل وحاجات كتيرة والله العظيم ولا ليه أي لازمة، والله ولا ليه أي لازمة. يا عم اتبدلت ما تخرج، خلصت القصة. مش لازم الحركة اللي هتتفسر لها بمليون تفسير ولا دي خلاص بتتحاسب عليه. اللعيبة بتشد مع بعض، حصلت مرة فقلنا شدت ملعب، مش كل ماتش لازم تحصل، مش كل ماتش لازم يحصل المشهد ده انه غير مألوف. 90 ثانية تعالوا نتابع مع حضراتكم ايه اللي حصل فيها وبعدين نكمل كلامنا عشان عندنا تفاصيل كتير. يلا بينا. بص يا ابو العيال هفهمك حاجه والله، لا والله هفهمك حاجه، انا عندي استعداد اتوقف فيها ما عنديش مشكله، فبطل تستفزني. يعني انت عارف ان انا عصبي فبطل تستفزني. انا بقول لك هو بامانه، شوف بص الضحكه الصفرة دي، ها اقعد كركر انت واضحك. بس انا بقول لك عايزين نشتغل بقى، عايزين نشتغل. طيب ايه اللي هيحصل النهارده؟ عندنا الكابتن رضا عبد العال، الهاشتاج بتاعنا هو نمبر 1 رضا عبد العال. هنتكلم في تفاصيل كتير واخبار كتير، هنبتدي مع حضراتكم بقى. ها نفسي في حاجه ولا ناخد نطلع اخبار النادي الاهلي؟ يلا اتفضل يا سيدي، طلعنا فاصل اخبار الاهلي. ماشي اللي حصل والاخبار والتفاصيل النهارده. قلنا انه ناصر ماهر بيفتتح سجله التهديفي مع الاهلي بالدوري في شباك الجونه. ناصر ماهر سجل 3 اهداف بقميص الاهلي في كافه البطولات لحد دلوقتي، وكان سجل هدفين قبل كده في النسخه الجاريه من بطوله دوري الابطال في شباك جيما الاثيوبي بدور ال 32. سعد سمير بيغيب عن مواجهه الاهلي وبيراميدز في الكاس، مش هيبقى موجود. طبعا سعد هيبقى محتاجين ان هم يعوضوه، تعرض للطرد في مباراه الجونه. الجهاز الاداري بالاهلي بينفي ايقاف عمرو السوليه امام بيراميدز على اعتبار انه في ماتش المفروض ان شاء الله باذن الله هيبقى يوم 28 يجمع ما بين الاهلي وبيراميدز في بطوله الكاس. الجهاز الاداري بالاهلي قال انه السوليه لم يحصل على 3 انذارات وبالتالي هو غير
موقوف في اللقاء المقبل. طيب هتكلم في اخبار وتفاصيل كتير جدا جدا عن الاتحاد المصري لكره القدم، بس مش هروح لفاصل، انا بس ايه هعمل سبوت تاني على الخبر المتعلق بكهربا. انا ما بحبش ادافع على اللعيب وما بحبش انتقده بالشكل الفج، بس كهربا ارتكب خطا يستحق ويستوجب المعاقبه، يعني البصق والتعامل بهذا الشكل في التبديل والانفعالات اللي شبه كده عمرها ما كانت في الكوره وعمرها ما كانت صح. وانا لسه كنت بقولها على لعيب في اوروبا، لا هو هيشوفنا ولا هو هيسمعنا، بس المقصود بالموضوع انه الاخطاء اللي شبه كده لا هي جوه الكوره ولا هي جوه الروح الرياضيه ولا الامر مستدعي اصلا. يعني معرفش اللعيبه في مصر بيبقى عندها تخيل ما، عندها تخيل ما انه دي نهايه الكون، التبديله دي اخر الكون، خلاص الكون هيخلص النهارده. يا عم انت هتلعب وهيبقى في ماتشات تانيه هتشارك فيها وهتبقى موجود تقول لي بقى مضغوط، هتقول لي عنده مشاكل، هتقول لي اصله عايز يعدل عقده، هتقول قولي اللي زي ما انت، انا ما عنديش مشكله، كل ده موجود، كل الناس مضغوطه، كل الناس عندها ضغوط، ده اللي بيشتغل عنده ضغط والموظف عنده ضغط والمدرس عنده ضغط وكل الناس عندها ضغط. ده احلى ضغط، ضغط لعيب الكوره ده يا اخوانا، يضغط وكل حاجه، بس احلى ضغط. يعني يعني في النهايه الناس تبوس ايديها، يعني تبوس ايديها وش وظهر. بلعب في نادي الزمالك، بلعب في نادي الزمالك ايا ما يكون اسمي. كهربا انا على المستوى الشخصي بحبه جدا لانه هو طيب، انا عارف انه طيب وابيض ونقي، بس ليه بيعمل يعني ليه بيحط نفسه في الحته دي؟ ما انت ماشي كويس يا سيدي، غير يغير، هو شايف وجهه نظر، هو شايفك اتنين في شايفك ثلاثه في الملعب، هو شايف اللي شايفه، غيرك ايه اللي هيجرى؟ يعني الفكره انه احنا مثلا هو بنتكلم ايمن حفني، مش احنا اللي بنتكلم له؟ مش الناس مش الاعلاميين والمحللين هم اللي بيتكلموا له بيقولوا له انت ليه ما بتلعبش فلان فلان، انت ليه ما بتعملش، انت ليه ما بتسويش كذا كذا كذا، صح ولا انا غلطان؟ فاعمل اللي عليك وهتلاقي ربنا بيسبب لك الاسباب. وغلطه كبيره تستوجب العقاب، تستوجب العقاب بالضروره. طيب عندنا تقرير ايه يا شباب؟ عايزين انهي تقرير قبل ما اروح لاخبار الاتحاد؟ طيب تعالوا نشوف مع حضراتكم كده الاسماء المهمه اللي تستحق انها تبقى موجوده مع منتخبنا الوطني في المعسكر المقبل، وبعدين نرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. تمر الكرة المصرية بأزمات عديدة ومنعطفات خطيرة تكاد تنسي المتابعين أن المنتخب الوطني لديه تحديا كبيرا بعد أشهر قليلة على أرضه ووسط جماهيره عندما يمر بطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل. على الرغم من الأزمات العديدة التي تواجه مسابقة الدوري والعديد من الملاحظات على البطولة المحلية، إلا أن الدوري أفرز أكثر من اسم في مراكز عانى منها المنتخب من نقص في الفترة الأخيرة قد يكون لها دور في الفترة المقبلة وقد تتواجد في البطولة الأفريقية. في مقدمة هذه الأسماء محمود علاء قلب دفاع الزمالك وهداف الدوري الممتاز برصيد 12 هدف، والذي قدم مستوى متميزا في المباريات التي خاضها مع فريقه منذ بداية الموسم، خاصة أن المنتخب عانى في الفترة الأخيرة من قلة اللاعبين في هذا المركز حتى بعد تألق باهر المحمدي مع أحمد حجازي وعلي جبر. وأصبح علاء في دائرة اهتمامات المنتخب رغم عدم انضمامه في الفترة الماضية. ومع علاء يأتي من الزمالك أيضا عبد الله جمعاء المتألق في مركز الظهير الأيسر، ورغم تحفظات على أدائه الدفاعي إلا أنه أحد أهم مفاتيح لعب الزمالك في هذا المركز،
الذي يعاني أيضا منتخب مصر من نقص فيه، مع اللاعب أيمن أشرف باستمرار في مركز قلب الدفاع، وابتعاد محمد عبد الشافي وكريم حافظ ليدخل جمعة بقوة ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني. ومع ثنائي علاء وجمعة يبرز أيضا من الزمالك يوسف أوباما رغم بعض التذبذب في مستواه خلال الفترة الأخيرة. ومن الأهلي برز بقوة عمرو السولية بعد الطفرة التي شهدها مستواه في الفترة الأخيرة، وتحديدا مع مارتن لاسارتي. وللأسباب نفسها برز اسم كريم ندفيد الذي يتألق في مركز لاعب الوسط الذي عانى فيه المنتخب مع تواجد الثنائي طارق حامد ومحمد النني فقط، ومن بعيد سام مرسي. ومن خارج الأهلي والزمالك برز اسم المهاجم الدولي السابق أحمد علي متصدر قائمة هداف الدوري ليكون الحل السحري لأزمة المهاجم الصريح المستمرة في المنتخب منذ بطولة الأمم الأفريقية 2017. كما برز أيضا أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة المعار من الأهلي والذي يحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني كونه موهبة واعدة ويتميز بصغر السن، خاصة وأن مركزه يعاني منذ ابتعاد عبد الله السعيد. ومع توالي المباريات سيحسم الجهاز الفني للمنتخب مصير القائمة التي ستخوض غمار البطولة على أرض الفراعنة بحثا عن اللقب الغالي. طيب خلونا بقى نتكلم عن اخبار الاتحاد المصري لكره القدم، والاتحاد بيرسل التعديلات الجديده الخاصه بالجمعيه العموميه الاخيره، التعديلات اللي حصلت في الجمعيه العموميه على اللائحه للفيفا علشان يحسن قراراتها. يعني ايه حسن قراراتها؟ يعني يبقى غير قابله للطعن عشان تاخد شرعيه بالتواجد، وبالتالي هم قلقانين من فكره لجوء بعض الانديه ليه او اللجوء للجنه الاولمبيه للمطالبه ببطلان الجمعيه العموميه، وبالتالي بطلان القرارات والتوصيات اللي خرجت منها، خايفين انه يعني الانديه تتحرك في الموضوع ده فبيتحركوا في هذا الاتجاه. اتحاد الكره اكد اقامه مباراه نيجيريا في موعدها ورفض الغائها. المباراه هتتلعب يوم 26 مارس الشهر اللي جاي ومفيش نيه على الاطلاق لالغائها. والمهندس هاني بوريدا كمان اعلن انتهاء الاصلاحات في ملاعب بطوله افريقيا في مايو المقبل. الراجل كان له تصريحات قال فيها جميع الملاعب اللي تقام عليها بطوله الامم هتكون جاهزه بالكامل في شهر مايو لاستضافه البطوله، والمنتخب هيخوض مباراتين وديتين قبل البطوله ان شاء الله باذن الله. كامل توفيق، كامل تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. وتاجيل الحكم في دعوه بطلان انتخابات اتحاد الكره ل 17 مارس، شيماء منصور وهي واحده من الاسماء اللي كانت مرشحه نفسها في الانتخابات التكميليه كانت قدمت لمركز التسويه والتحكيم الرياضي شكوى او مستندات كانت بتفيد بوجود خطا اداري متعلق بعمليه الانتخابات التكميليه. اتحاد الكره فوض المهندس هاني بوريدا لانهاء ازمه مشاركات الانديه في بطوله افريقيا، وكان الراجل قال لازم بطوله الكاس تخلص قبل يوم 30 علشان يتبعت بطل الدوري ويتبعت بطل الكاس. طيب تعالوا نشوف مع حضراتكم كده تقرير عن مكسب النادي الاهلي النهارده وفوزه على الجونه واشتعال المنافسه على لقب بطوله الدوري، وبعدين هنتكلم مع حضراتكم لسه عندنا اخبار وكواليس في فقرتنا العالميه. كيبا لاعب وحارس مرمى تشيلسي نزل اعتذار في الأونطة يعني، بس هنقوله علشان يبقى عند حضراتكم كل حاجة من المشهد بالكامل. تعالوا نشوف التقرير وبعدين نرجع نكمل كلام. حقق الأهلي فوزا غاليا على الجونة بهدفين مقابل هدف في مباراة ضمن مباريات الجولة 24 للدوري الممتاز، ليحصد الفريق الأحمر 3 نقاط مهمة في صراع المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد أن وصل الفريق إلى النقطة 48 وصعد إلى المركز الثاني للمرة الأولى هذا الموسم متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثالث 45 نقطة، وما زال للأهلي مباراتان أقل من بيراميدز.
لم تتوقف مكاسب الأهلي عند النقاط الثلاث فقط، بل امتدت إلى استمرار الفترة المميزة التي يعيشها الفريق الأحمر في مسابقة الدوري خلال الفترة الأخيرة، بعد أن وصل إلى المباراة الثامنة على التوالي دون أي هزيمة ولا تعادل، حيث حقق 8 انتصارات متتالية حصد بها 24 نقطة كاملة بعد آخر هزيمة تلقاها من بيراميدز في 4 يناير الماضي. شهدت مباراة الجونة عودة أهلاوية قوية على طريقة الريمونتادا الأوروبية، بعد أن تقدم الجونة بهدف لمحمد ناجي جدو في الدقيقة 58، قبل أن يقلب الثنائي كريم نيدفيد وناصر ماهر المباراة في الدقيقتين 79 و87 ليشعل الفريق الأحمر الصراع على لقب بطولة الدوري هذا الموسم، والذي عاد إليه الفريق بمنتهى القوة بعد البداية المتذبذبة عقب الخسائر الخارجية، سواء في نهائي دوري أبطال أفريقيا أو في البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي. تنتظر جماهير الكرة المصرية أن يفرغ الزمالك من انشغاله الأفريقي للتعرف على الشكل النهائي للمنافسة على اللقب قبل مواجهة القمة الأولى في 30 من مارس المقبل، ليبقى الدوري هذا الموسم ساخنا رغم كل ما أحاطت به من أزمات ومشاكل. طيب، رقم قياسي جديد، انا بتكلم بقى فقرتنا العالمية، رقم قياسي جديد لبيب جوارديولا بعد التتويج بلقب كاس الرابطة. الرقم القياسي اللي احنا بنتكلم فيه ده النهاردة بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ده اللقب رقم 25 في مسيرته التدريبية، منها 4 ألقاب في الملاعب الإنجليزية. جوارديولا لعب لحد دلوقتي 12 نهائي في مسيرته مع كل الكؤوس، سواء محلية في إسبانيا وفي ألمانيا وفي إنجلترا وكمان أوروبية. جوارديولا فاز ب 11 مباراة نهائية، ما خسرش غير مباراة واحدة بس في النهائيات عام 2011 في نهائي كاس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، ومدربه كان وقتها كان جوزيه مورينيو. طيب، كيبا نزل اعتذار قال فيها ان هو حصل سوء تفاهم، انا كنت فاكر ان هم عايزين يغيروني عشان انا مصاب، لانه الطاقم الطبي دخل لي مرتين، وهو الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم ما هوش كلام منطقي خالص، لانه كان واضح انه في اصرار على تغييره بدافع انه يبقى حارس المرمى هو اللي موجود. كيبا اخطا خطا كبير جدا جدا، بس لانه الرقم اللي مدفوع فيه كبير جدا جدا، ولانه التعامل هيبقى بشكل مختلف، هيلعب وهيبقى موجود. بقول لكم المشهد ده لو حصل عندنا هيتباع، اللعيب ده هيتباع مش تاني يوم، بعد الموضوع مباشره وتربويا وادبيا بشوف انه ده صح بنسبه 1000000%. لكن واضح انه القيم اللي احنا بنقول عليها ديت ما بقاش ليها تواجد في ظل لغه المال وفي ظل لغه الاحتراف، انه يا عم انا محترف فالمحترف بيتعاقب، انا محترف فالمحترف ما يعني عقابه بس يبقى خصم مادي، انما انا دفعت فيه فلوس فيبقى موجود. ف يعني هو اصلا خدوا بالكم ان هو كمان مبني عليه استراتيجيه تشيلسي في الفتره اللي جايه بعد رحيل كورتوا. بس انا بقول لحضراتكم اللي بيحصل بقى غريب، كره القدم بقت غريبه، عشان كده بقول لكم التعبيرات اللي لها علاقه بالانتماء والولاء بقت مجرد اسماء فقط لا غير، اسماء بقى مش هو اشخاص، ولا دي كانت زمان انتماء، ده كان فاكرين فاهمين المقصود ايه، انما مع لغه المال والاحتراف في قيم كتير جدا في كره القدم للاسف هيتداس عليها. يعني مثلا جون تيري قال اللي حصل غير مقبول، كل ما اعرفه عن كره القدم انه عندما ترى رقمك على اللوحه عليك ان تخرج مباشره، انا ده بقول لكم ده البديهي يعني. جاري لينكر نجم طبعا كرة القدم الإنجليزية قال أمر مثير للدهشة، أنا مش فاكر إني شفت لعيب رفض الخروج بهذه الطريقة، يعني آخرك مثلا لقطة كده أنا مش عايز فيقول لك تعالى فتاخد بعضك وخارج، أو أنت خارج فمتنرفز يعني، لكن بالمنظر ده لا. قائد مانشستر سيتي قال كومباني قال ما شفتش قبل كده لاعب رفض الخروج، قال أنا عارف كويس كابايرو قد إيه لعيب قوي جدا في ركلات الترجيح، لأنه كابايرو كمان كان مع مان سيتي وجاب لهم بطوله من موسمين تقريبا بركلات الترجيح من نقطه الجزاء، فكومباني بيقول ان هو عارف كويس قوي ان كابيرو لما كان هينزل كان له تاثير قد ايه ايجابي. قال انا ما كنتش عايز اشوف ان هو موجود في الملعب كابيرو يعني عشان يبقى موجود في ركلات الترجيح، لكن اللي شفته في المشهد ده كان مشهد غريب جدا. النهارده محمد صلاح كان بيلعب مع
ليفربول امام مانشستر يونايتد، والتعادل ده حقق رقم سلبي لصلاح مع كبار الدوري الانجليزي. ما سجلش اي هدف صلاح ضد الكبار هذا الموسم لما لاعب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال ذهابا وايابا ولم يسجل، واجه كل من توتنهام وتشيلسي ذهابا وخرج بنفس النتيجه. خلوني اروح لتقرير عالمي، ومن التقرير الى فاصل، ومن بعده حوار مهم جدا وكلام تحليلي في حلقتنا الاسبوعيه مع كابتن رضا عبد العال نجم مصر اللي هيشرفنا وينورنا بعد التقرير والفاصل. هاشتاج بتاعنا هو نمبر 1 رضا عبد العال. هنتكلم بالضروره عن ماتش الزمالك، كلامنا كله فني، نتكلم عن ماتش الزمالك وهنتكلم عن ماتش الاهلي، اشتعال منافسات بطوله الدوري الممتاز، وهيبقى عندنا كمان كلام عن القسم الثالث. القسم الثالث النهارده الوجبه كامله ومتكامله، والسهره النهارده تحلى مع الكابتن رضا عبد العال. خليكم معانا. عاشت القارة الأوروبية أمسيات الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى في العالم على مستوى الأندية، والبطولة التي يصنفها الكثيرون بأنها حتى تفوقت على كأس العالم من حيث الأهمية والمستوى الفني. وشهدت مباريات الذهاب في أوروبا العديد من الأحداث والمفارقات التي جذبت الانتباه لكل متابعي الكرة الأوروبية في العالم أجمع. البداية كانت مع تقنية الفيديو التي طبقت لأول مرة في تاريخ البطولات الأوروبية، وأثبتت نجاحها بقوة في الجولة الأولى بعد أن ظهرت في مباراة ريال مدريد مع أياكس، وألغت هدفا صحيحا للفريق الهولندي بعد أن أثبتت إعادة الفيديو وجود تسلل في اللعبة. كما ظهرت في مباراة أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس بقوة بعد أن ألغت ضربة جزاء احتسبها الحكم لفريق أتلتيكو مدريد، إلا أن الإعادة أثبتت أن الإعاقة من خارج المنطقة. كما ألغت هدف الإسباني ألفارو موراتا بعد أن دفع بيده قائد يوفنتوس جورجيو كيليني. أما على مستوى النتائج فكانت المفاجأة في الليلة السلبية التي عاشتها الجماهير مع مباراتي ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة مع ليون، وتأجيل حسم تذكرة التأهل في المباراتين لمواجهة العودة، فيما بات مصير فريقي مدينة مانشستر شبه محسوم بتأهل السيتي بعد الفوز خارج أرضه على شالكا بثلاثية، فبات الأقرب للتأهل. وخروج اليونايتد بعد هزيمته على أرضه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. أما أصعب المواجهات فهي التي جمعت بين يوفنتوس وأتلتيكو، وشهدت هزيمة يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء، لتتعقد مهمة بطل إيطاليا الذي أعلن التحدي على لسان نجمه كريستيانو رونالدو. لتظل الأمور معلقة حتى مواجهة 12 من مارس المقبل على ملعب أليانز في تورينو. أما بروسيا دورتموند فيأمل في مفاجأة من العيار الثقيل لتخطي توتنهام بعد أن خسر في الذهاب على ملعب ويمبلي بثلاثية مقابل لا شيء، في الوقت الذي ما زالت فيه مواجهة روما مع بورتو مفتوحة على كل الاحتمالات بعد أن انتهت مباراة الذهاب في روما بفوز فريق العاصمة الإيطالية بهدفين مقابل هدف. ليحافظ دوري أبطال أوروبا على خصوصيته وإثارته، تبقى أغلب المباريات معلقة حتى صافرة نهاية مباراة العودة، وكل هذا يصب في مصلحة عشاق الكرة الأوروبية حول العالم أجمع. طب احنا بقينا على الهوا؟ لا والله، اقسم بالله. طب انا اسالك السؤال ده على الهوا. انت في واحد عامل تويتر باسمي، انت مشترك فيه او بترد عليه او بتكلمه؟ لا، اصل في ناس بتقول لي ده ابراهيم فايق. ونزلت قبل كده على تويتر قلت
هو عمال منتحل شخصيتك. وانا عارف ان انت ما عندكش اكاونت اصلا على تويتر خالص. هو منتحل شخصيتك وبيكتب بيتكلم بنفس طريقتك. بص نحتك. لا والله اقسم بالله ده ايه ده اسماعيل ياسين طالع منظرين. والله بقول لك نحتك ناحيه طريقتك بالظبط. فقلت لهم كتبت على تويتر قلت لهم يا جماعه وحلفت بالله انه الكابتن رضا عبد العال ما عندوش اكونت على تويتر نهائيا وما عندوش غير اكونت بس على الفيس فيسبوك وخلاص وما فيش حاجه تانية اللي انا بنزل عليها. هو بقى مصر يبقى مكمل. طب الناس دي يعني ما تفهمش ولا ايه اللي داخله عليه وعماله؟ اصل خد بالك ده ايه ده هو بقى بيقعد يعني بيتكلم يعني مثلا ينتقدني انا يشتمني انا. طب انا هعمل كده فالناس تبقى هيجي لها يعني حاله ازدواجيه مش فاهمه هو ده هو ده اللي بيطلع معاه هو هو ولا لا؟ لا ده مره برضه شتم المستشار مرتضى ومره شتم المستشار ترك ومره شتم وناس تكلمني ناس مسؤوله تكلمني تقول لي انت عملت كذا كذا منزل تويتر يا جدعان انت ما عملتش. ما عنديش اصلا. ما عندكش قول للناس هو دينا على الهوا قول للناس كلها عشان والله العظيم ما عندي انا ما عنديش اللي هي صفحتي الغلبانه اللي انا بكتب عليها انا طالع مع الصاروخ. انت مش بتشوفها؟ أيوة هي دي بس. في برضه 50 صفحه هات رضا عبد العال كده اكتب رضا عبد العال هتلاقيه بالانجلش وبالعربي جاي لك 60 70 صفحه. انت الصفحه بتاعتك معروفه اللي انا بكتب عليها انا طالع مع الصاروخ النهارده هي دي او بكره هي دي. هو هتلاقي مليون واحد هيعمل لك صفحه دلوقتي اسمها انا طالع مع الصاروخ. لا ما احنا نغير بقى الاسم. استنى بقى اجيب لك الصفحه عشان الناس تبقى عارفه الايه. لا يا شباب اللي هي فيها انت لابس تيشيرت ازرق التليفون ولادي بقى جنبي حلايا في بس هو ده هادي اللي هو ده الاكونت بكره يجيبوا الصوره برضو ويركبوها ويقول لك هي دي. طيب تعالى بقى نرجع نتكلم بقى عن اللعيبه. انا جبت لك القايمه بالكامل وندردش في اسمائهم قايمه نادي الزمالك ال 30. احنا اتكلمنا في جنش تعالى نروح بقى للوينش ومحمد عبد الغني يكملوا ولا ليهم بدايل في التدوير؟ ده محمود مصاب محمود علاء مصاب صح؟ ماشي لازم طيب ولازم يدي لعب سلام عبد السلام لعيب كويس وكان لازم صغير في السن شويه محتاج خبرات. بص ما فيش حاجه اسمها خبرات يا ابراهيم ما فيش حاجه اسمها خبرات. امال اللعيب اللي بيلعب هو عنده 16 و17 سنه ده وبيلعب فريق اول ويلعب منتخب مصر ويكسر الدنيا خبرات ايه؟ زي ما انتوا برضو ده دخلتونا برضو قبل كده في موضوع منتخب ولازم نجيب مش عارف عصام الحضري وعبد الله السعيد ومعرفش عبد الشافي ومش عارف. لا امال محمد صلاح من دلوقتي من الخبرات اكتسب قد ايه؟ حجازي الناس اللي موجوده دي تقصد مش بالسن بكتر اللعب الاستمراريه في اللعب هو اللي بيديك الخبرات. ما انت لو عندك حق في وجهه النظر لو ما اديتش عبد السلام دلوقتي هتدي له امتى؟ لما لو ما ركبش من دلوقتي هو وعبد الغني واللعيبه الصغيره دي عشان يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه في كل مركز هتديهم امتى؟ امال بتطلع ناشئين ليه؟ يبقى خلاص بقى سيبها بقى واشتري بقى على طول بقى وما ما خلي الزمالك والاهلي اكبر ناديين في مصر يلغوا قطاع الناشئين اللي هو بيصرفوا عليه هباء. طلعوا كم ناشئ من 5 سنين؟ قليلين برضه. كريم نيدفيد كريم نيدفيد ورمضان وناصر ونصر وناصر عشان ودوه بره هو وكريم نيدفيد احترفوا الاول او اعروهم الاول استووا وبعد كده رجعوه. طب بعد كده هل يعقل ان نادي الزمالك والنادي الاهلي ما يطلعلناش مثلا 5 باكات ليفت؟ الزمالك طلع مين؟ بقاله فترة ما هنا وهنا بص طول ما في مجاملات آخر حاجة طلعت من الزمالك فتوح ما هو فتوح بس طول ما في مجاملات في قطاع الناشئين اللي هو أخطر قطاع في مصر إيدك والأرض. ما أنا عشان مش واحد إداني في الانتخابات أقوم جاي جايب ابنه أو جايب ابن أخوه أو جايب واحد هو حبيبه واخد بالك وفي لعيبة اسمائها كبيره ما بتشتغلش وتفاجئ في الاهلي ما دي برضو مشكله لازم تتفتح. ايوه اهلي وزمالك مش اهلي بس اهلي وزمالك انتوا يا تلغوا الناشئين دول وتخلي وتوفروا فلوسهم عشان ما يبقاش اهدار مال عام. ده انت عامل ايه مدرسه كوره وبعدين مش عارف 12 11 10 سنين 11 سنه 12 سنه 13 سنه 14 سنه 15 سنه وكل ده ما بيطلعلكش ناشئ 16 17 18 19 20 ايه ده بتصرف على كل دول وما طلعلكش ناشئ؟ الغيه الغيه وكل ما يبان لك واحد بقى روح هات وخلاص وتعالى مرنه مع الفريق الاول اكتسب خبرات على طول من ووفر فلوسك. انما انت عامل لي 7 8 9 فرق وما بيطلعوش ناشئ في السنه. وجهه نظر برضه لا مش وجهه نظر ده المفروض ده الموضوع ده يتحقق فيه ده اهدار مال عام.
ماشي خلاص اهدار معانا. طيب انت مش سامع على ابن الكابتن فاروق جعفر بقاله سنتين ثلاثه ده بيقولوا لعيب كويس قوي؟ طب ما طلعش ليه؟ مش مفروض ان هو لعيب كويس اطلعه حتى لو مش هلاعبه دلوقتي سيف فاروق جعفر ياخد بس احساس احساس الفريق الاول ولا ما ياخدش؟ صح وجهه نظر برضو سليم. فهم تفكيرهم ايه معرفش. يا عم اعمل صف تاني عشان لما انا وهو يبقى تحت السن بحيث ان انا مثلا يجي عندي مشكله في الباك ليفت الاقي تحت في اللي هو في الفريق اللي هو زي ما كل الفرص طلعت وطلعت لعيبه كبيره في الاهلي وفي الزمالك زمان كلهم طلعوا من قطاعات الناشئين بالظبط كده. وهي بص الناشئين كل دولت اللي في الشارع الجاهز ابتدى يمكن من منتصف الالفينات كده الشارع الجاهز اللعيبه الجاهزه ما عشان لا وكان في الاول عين كان في مدربين كويسين يعني انت كنت تروح مثلا النادي الاهلي تلاقي كابتن خالد جد الله كابتن مختار انت واخد بالك اسماء رنانه فدي تعرف تختار اللي هي الناشئ اللي هو كويس دلوقتي. صح. انت تروح مثلا الاهلي والزمالك في فرقه 17 18 سنه تلاقي اللعيب بيلعب بكرش صعبه كرش دي في الاهلي والزمالك صعب لا هتلاقي والله ما هو دلوقتي بقت نظام اللي يدفع بيتقيد اللي بيدفع كلام على مسؤوليتي خطير وهو على مسؤوليتي لا انت ولا البرنامج الله ينور عليك احبك اللي بيدفع دلوقتي بيتقيد من الاخر ما فيهاش بقى لا مدربين ولا بتاع ولا الكلام ده ايه مع السلامه لا بعمل لك باي باي لا ده باي باي ليك انت ده احنا بنفتح قضيه خطيره يا عم ابراهيم بهزر معاك والله لا بغض النظر هو بص هقول لك على حاجه اولا الرزق بتاع ربنا والله بهزر معاك وانا طيب. لا بيهمني حد ولا حد لا بس انا لسه هتكلم معاك في قضيه دلوقتي في منتهى الاهميه ما هي دي هنتكلم في القسم الثاني والثالث لا اصبر بس اصبر عليا والناشئين مش احنا متفقين من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها والناشئين يعني انت عارف احسن ناشئين هتلاقيها فين؟ في وادي دجله في ام بي بتروجيت كان زمان المقاولين لا والمقاولين لغايه دلوقتي ترسانه كان زمان الترسانه ما هي اللي في الفرق دي بس دلوقتي بقى خلاص بقت نظام سبوبه دلوقتي جايين بعين واحد يجي يشيل عشان يصرف على المدربين وعلى ويجيب لك هو مدربين وهو ممكن ينزل يدرب واخد بالك لان هي اصلا ده فلوسه بيدي للنادي مبلغ وهو يصرف واخد بالك وبعد كده بقى تلاقي عايز يعوض الفلوس دي بيعوضها ازاي؟ اللي يدفع هو اللي يتقيد. طب يا كابتن رضا حمدي النجاز وعبد الله جمعه محتاجين يرتاحوا ولا من ضمن اللعيبه اللي طبعا لازم برضه. يعني يرتاحوا على فترات على فترات حازم امام يدخل ياخد فرصه يعني مكان مره حازم مره حمدي عشان ده ما يبقاش مرهق وده يبقى بعيد قوي. طيب طارق حامد وفرجاني ساسي وزيزو الجديد اللي لسه جاي لا دولت مش في مكان طارق حامد اللي في مكان طارق حامد محمد حسن وزيزو. لا انا بقول لك الثلاث اسماء همت وانت قول لي مين فيهم اللي يعني لازم تحصل عمليه التدوير. الناس هتقول لك انت مستقصد طارق حامد لازم يريح شويه لازم يريح شويه فرجاني ساسي في ناس هتقول لك لا فرجاني فرجاني ده لازم يلعب مكان اوباما وانا قلت لك الكلام ده 100 مره قدام شويه لازم يلعب الناس الراجل النهارده بقى يمسك كوره يدور على اللعيبه اللعيبه بقت تهرب بالكوره النهارده النهارده كل بساطه مقطوعه عشان اللعيبه كانت بتهرب منه مش عايزه تروح ليه بقى تعبانه مجهده مرهقه وكل واحد خايف يروح على الجون يضيع الجمهور يشتمه فكله بيستخبى نظام خبيني 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 صحيح فعشان كده الكوره كان النهارده الميس باص كتير بيتقطع ليه عشان كله بيستخبى من الكوره. امتى هياخد محمد عنتر فرصه كامله امتى لا محمد عنتر واحمد مدبولي وايمن حفني واحداد ومحمود عبد العزيز محمد حسن ومحمود عبد العزيز واخد بالك يعني ده انت عندك فرقتين يا عم ابراهيم ده راجل تعبان في دماغه الراجل تعبان في دماغه والله ده كان زمان دلوقتي حاطط رجل على رجل لو انت بتمرن فرقه نادي الزمالك دي على شكلها كده تعمل بيها ايه على شكلها كده بظروفها دي كده يعني انت مسكت فرقه نادي الزمالك دي بكره الصبح في أربعة خمسة هيقعدوا أربعة خمس لعيبه تقدر تقول اسمائهم ولا مش عايز لا عادي اقول اسماء كهربا واوباما وطارق حامد واخد بالك والنجاز عشان مش قادر و دول هتريحهم شويه دول هيقعدوا لغايه ما يستعيدوا تاني نفسهم ماشي كويس هو انا اقعدهم يعني امشيهم لا انا بوضح للناس لا عشان تبدا تشوف الجديد بقى وتبدا تخلق منافسه جديده بين اللعيبه وبين بعضيها دم جديد تخلق منافسه تاني عشان اللعيبه تعرف ان ده خلاص مش مكاني لازم يرجع تاني يفحص في الصخره عشان يلاقي نفسه تاني انما اللعيبه ضمن النهارده اوباما انا بقول لك ما فوجئت ان هو بيجيب الجون يا ابراهيم الشوط التاني انا فكرت انه غير والله
طيب خليني اخد شويه بقى من الهاشتاج بتاعنا نمبر 1 رضا عبد العال، ابعتوا كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوا كابتن رضا عبد العال عليها وهو هيجاوبنا، وبعدين هتكلم بقى على القسم الثاني والثالث. كنا عملنا حلقه مهمه جدا في موضوع الماتشات اللي بتتباع واللي بتتشرى والتحفيز والحاجات اللي شبه كده. محمود حاتم بيقول على فكره كل الكلام اللي بيقوله كابتن رضا عن الناشئين ده فعلا صح، في مصر اللي بيدفع بيتأيد، كل كلامك يا كابتن رضا صح فعلا. ماشي محمود مين؟ محمود حاتم. يا محمود يا حاتم انا ما بقولش حاجه غلط، ده واقع. طيب محمد سعد بيقول لك رايك ايه في اداء حسين الشحات مع الاهلي؟ عشان حسين الشحات يتعدل لازم يجيبوا صفقه اغلى منه. طول ما هو اغلى صفقه في مصر عمره ما هيديك كوره. ماشي. ابراهيم حربي بيقول بيشكرنا على الحلقه، بيقول مشكله نادي الزمالك ان مفيش كابتن في الملعب، مفيش قائد بجد، للمره الثالثه تحصل خناقه جوه الملعب، لازم يبقى في انضباط اكتر من كده، وكل لاعب لازم يعرف الكابتن مش هيعمل حاجه. ابراهيم مش هيعمل حاجه، لازم حد يكون اصلا قاعد بره ومعمول حسابه. بلاك ايجل بيقول كابتن رضا عبد العال راجل ملوش غالي ولا عزيز وصريح بطريقه ما بقتش موجوده في الحياه. والله انت بتقول الصراحه، ممكن تزعل منك حد. ما اللي يزعل يقبض دماغه، انا مالي. مش هو ده مش خطا وده غلط هو عامله. وبعدين الانتقاد، يعني مثلا في واحد امبارح بينتقدني بيقول لك خلي كابتن رضا ما يطلعش ويقعد يهاجم في الناس والزمالك والاهلي والكلام ده. واخد لا يا عم الاستاذ، انا رؤيتي سابقه الناس دي، الحمد لله الحمد لله والشكر لله ان انا رؤيتي سابقه الناس دي. انا بعد سنه من المستقبل، انا بعد سنه انتوا بتحققوا في الكلام اللي انا بقوله. انا قلت جروس من اول الموسم، حصل من اول الموسم، وفر فلوسك يا سياده المستشار وهترجع كالي الجلال. ما سمعوش الكلام، الكلام ده كان بعد ماتش ايه النجوم اللي خسروا. ايوه انت اصلك بتحكم بدري قوي يا كابتن رضا. ايوه عشان يعني انا مش من لقطه من ماتش بقول لك. طب ودلوقتي اثبت ايه؟ اثبت ايه؟ انا غلط ولا صح؟ الى حد كبير الى حد. انا ما بنتقدش حد. انا بقول اللي انا شايفه على المدى البعيد، ده مش هيكمل، ده كويس، ده وحش. واخد بالك؟ فدي رؤيه ربنا مديهاني، منور بصيرتي يا عم الحاج. طيب لو انت، وانا لسه بسالك سؤال له علاقه بانه انت بكره الصبح بقيت مدير فني لنادي الزمالك، فقلت لي في خمس لعيبه هريحهم والفكره يبقى غير كده في الملعب. طيب قول لي فكرك هيبقى ايه، وهتاخد وهتعدي من الدور ده في بطوله افريقيا ولا لا، وانت عندك ثلاث ماتشات جامدين مهمين لازم تكسبهم، اتنين طيب بره ارضك واحد. طب وانا اقول لك عشان واحد يغش يقول لك جروس يقعد تاني. يعني انا اقول لك وهو ياخد اللي انا اقوله؟ ياخد مجهودك؟ لا انت يا راجل المحلل الفني بقى. لا 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 يا عم الحاج، عايز تمرن انت نادي الزمالك بقى؟ طبعا. حقي ولا مش حقي؟ حقك يا سيدي. وانا لعبت ولا ما لعبتش؟ لا. هو انت وانا كنت بتاع بطاطا وجاي بتكلم في الكوره، ولا لعبت زمالك ثم اهلي ثم منتخب مصر؟ انت جالك عرض من ثلاث ايام وانت رفضت. اللي هو ما انا عارف وانت عارف. ما هو اللي قال لك قال لي. لا والله. امال ايه؟ ما ينفعش. بص دول مش كتاب مفتوح. ليه؟ لان هما بينافسوا على الصعود. في خمس فرق بينافسوا على الصعود يا ابراهيم. واخد بالك؟ ماشي. هما اخر فرقه بتنافس. في فرقه 35، ثلاث فرق 35، وفي فرقه 34، وهم 31. كويس. لو انت خسرت ماتش ومصر كلها قاعده مستنياك. ما انا دلوقتي بتكلم وبقول جروس وبقول لسارتي وبقول اجير اجيري ولا اسمه ايه اجيري اجيري. واخد بالك؟ اجيري بره. واخد بالك؟ وتيجي بعد كده تمسك فرقه انت ما تعرفش عنها حاجه. انت عارف لو بين الدورين كان ممكن، لانك انت هتروح وهتجيب الاثنين ثلاثه لعيبه اللي انت عايزهم اللي هم ينفذوا فكرك. ماشي. ما انت بص، انت لما تمسك يعني نادي الزمالك ارجع بقى على موضوع الزمالك، سيبك من العرض، ما تقولش اسم النادي. في 3-4 في 3-4 يعملوا لك الفكر اللي انت عايزه. طب قول لي فكرك ايه في نادي الزمالك؟ مش بص كل الناس دلوقتي عايزه تعرف كابتن رضا عبد العال هيفكر ازاي مع الاستحواذ الايجابي. دي رقم واحد من اول جنش. جنش ما بيعرفش يلعب كوره وبيجي لهم جاي مسطحها لقدام، لا خليه لازم يلعب كوره. مش هينفع. لو ما لا ينفع تسمع بس اسمعني. ليه مش هينفع؟ ليه مش اخده وعطى؟ مش انت جوارديولا ده حبيبك؟ علشان خاطر ينفذ الاستراتيجيه بتاعته قعد يدور، مشى جو هارت وراح جاب حارس مرمى. معلش انت بتقولي دلوقتي، انما انا بعد كده هدور اجيب. طالما اللعيب مش واخد على انه يلعب على الارض هتلاقيه بيديها لك. انا اجيب عبد المنسف. مشيت جنش؟ لا مش مشيته. ما برضه بص
انت بتقول لي دلوقتي يبقى جنش ماشي. طب كمل عشان هتسمع الكلام يا عم جنش، لان انت مفروض انت اللي بتبدا الهجمه صح من ورا ماشي، انت والاتنين مساكين دول والمساكين دولت ايا كان بقى محمود علاء الونش عبد غني اي حد، وهتجيب لعيب كوره. وانا كنت صعبان عليا قوي محمد مجدي، عارف محمد مجدي طبعا اللي في الاسماعيلي اللي مكسر الدنيا دلوقتي، شوف امبارح وهو بيلعب بيطلع الباص من رجله ازاي يا ابراهيم. هو ده اللي مفتقده نادي الزمالك، واخد بالك؟ مش هخلي طارق حامد ينزل يبقى في وسط الاثنين اللي هم المدافعين. ايوه ما هو انت لما بتنزل هنا في الحته دي بتخنق الثلاثه دول. ماشي، ما انت دلوقتي فانت عايز الراجل المدافع ده يزود هو كم متر بالظبط كده. فاكر اشرف قاسم ايام فاكر فيطلع باني في ناس كتير عندهم، لان الاثنين دولت عليهم واحد راس حربه. امتى ما يطلعش لو اثنين راسات حربه لعب عليهم بس برضو يطلعوا ازاي بقى؟ الباك رايت والباك ليفت يخشوا من جوه ما يطلعوش من بره. ده عايز يعرف استراتيجيه كابتن رضا عبد العال التدريبيه اهي، واخد بالك؟ طارق حامد ده واي لعيب من نص الملعب لازم يستلم يا اما قبل نص الملعب بخمسه يارده، يا اما لازم كل استلام بعد نص ملعب الخصم عشان تدي مساحه ان انت تلاعب الناس دي، لان الناس دي طول ما هي اللي بتلعب فجايه من ورا وبعدين بتضيق لك الملعب بتاع الخصم. حتى الكوره لما يبقى في هجمه مرتده هم واقفين في نص قبل نص الملعب. بتلعب بكام واحد في نص الملعب؟ على حسب بقى الفرقه اللي هلعبها. على حسب الفرقه. ما انت مثلا هتلعب طلائع الجيش وهتلعب الداخليه وهتلعب مثلا حرس الحدود زي ما هتلعب الاسماعيلي المصري، كل فرقه وليها طريقتها. لان انت عارف ان الفرق اللي انا قلت لك عليهم دولت ما بيعدوش نص الملعب، فممكن العب بديفندر واحد لان انا عايز اكسب بدري، ولما اكسب بعد كده انزل ديفندر تاني اامن الملعب وامسك بقى، واخد بالك؟ لاني انا حققت الهدف. ايه الهدف اللي انا حققته؟ ان انا جبت جول. بعد كده بقى اسحب الفرقه دي اقعد العبها من هنا، فهم لما هيطلعوا او هاجموني عشوائي لان هيهاجموك عشوائي ظهره مكشوف فظهره هيتكشف فيخش التاني والتاني كده، واخد بالك؟ بخلاف بقى مثلا ما تلعب فرقه زي سموحه زي المصري زي الاسماعيلي، كل فرقه بتعمل توازن. ايوه السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، انت مسكت نادي الزمالك النهارده ونادي الزمالك عنده ثلاث ماتشات مهمه، تقدر تكسب نادي الزمالك ثلاث ماتشات دول اللي هي في البطوله الافريقيه؟ ماتش بره وماتش هنا. طبعا سهل جدا، لان الفرقه دي ما تخوفش، الفرقه دي مش بعبع، مش مثلا الترجي، مش مثلا الافريقي، مش مثلا الافريقي. ده الافريقي كان مغلوب من زمان. معلش بص، ماتشاتهم معانا غير اي حد يا ابراهيم، خلي بالك. ماشي، شمال افريقيا كلهم. انت مثلا فرقه نصر حسين داي النهارده لو شفتها النهارده، مش هي الفرقه دي اللي كانت بتلعب الزمالك؟ ايوه. شوف يوم الزمالك كان عندهم الاصرار والحافز ازاي، وشوف النهارده عاملين ايه. ده النهارده شيلوا خمسه سته لو انت اتفرجت على الماتش، واخد بالك؟ فمش صعبه. مش صعبه ليه؟ اللعيبه عايزه تتلم وتقول لهم طريقه لعب يلعبوا بيها، ما بيلعبوش بطريقه لعب يا ابراهيم. ما عندهمش شخصيه. ما بيلعب، هو الراجل بينزل التشكيل وخلاص، ما فيش طريق، ما فيش جمل في الملعب. طيب انت كله اجتهادات، كهربا، ساسي، اوباما، وعمر السعيد او بطيب، او النجاز لما يجي يعمل لك كروس. خليني بقى اسالك في الملف اللي احنا فتحناه من كام يوم كده، له علاقه بالماتشات في الدوري القسم الثالث والثاني هتستحمل؟ اقول ما انت قايل لي ما تتكلمش على حاجه. لا انا مش قلتلكش كده، قلت لك خد بالك انه في حاجات يعني طب ما دي هتمس اتحاد الكوره. ما قلتلكش اتحاد الكوره. طب بلاش نتكلم يعني عادي. انا قلت لك خد بالك انه في حاجات ليها علاقه بالمسائلات القانونيه، خد بالك عشان انت يعني لساني فالي. بس هو ده اللي انا قلت لك عليه. انا لو قلت لك بقى اتحاد، انا اكتر واحد بنتقد اتحاد الكوره ده، انا زهقوا مني في اتحاد الكوره. ننتقد يعني. الانتقاد حق ممنوح للكل ولكن في الاطار، بس انا بتكلم في حاجات اللي هي من لا اصل دي مسائلات قانونيه تخص الاتحاد بجد. اتفضل يا كابتن يعني المسائل اسالني بقى عشان انا اعرف انت هتقول لي ايه. ما انا كنت انت ماتش التصنيع اللي فات اللي احنا كنت بتكلم فيه، والماتشات اللي بتتحفز عليها، والماتشات اللي انت بتتباع. بيحصل. فانا كنت بتكلم معاك فقلت له بيحصل، قلت لك انا بشوف بيحصل على مرأى ومسمع من اعضاء في اتحاد الكوره. ازاي بقى؟ ازاي ان بيبعتوا حكام على الفرقه اللي هي معاها فلوس، اللي هي بتبعت هدايا. مش مصدقني؟ لا اديني وقائع، قول لي قدام حصل ماتش كذا كذا كذا، قول لي يعني. ما فرقه
عشان ما يبقاش الكلام لا مش هم مش عارفين الكلام اللي انا بقوله ده. هم عايزين يصعدوا فرقه بيصعدوا. مش انت ضربت في الممتاز بكتير؟ طبعا وعانيت من الكلام ده. شهيد في الممتاز طبعا وعانيت. اشتريتش ماتشات بذمتك؟ اقسم بالله ابدا. عيني في عينك بقول لك اقسم بالله يا راجل. انا كنت بروح اكسب اي حد في ملعبه. انا كنت ببقى فارق 16 و18 بونت عن الثاني يا ابراهيم. بس لولا النظام اللي كانوا عاملينه بتاع الترقي ده الظالم انا كنت صعدت من زمان. ماشي. انا 4 سنين في طنطا، 3 بنافس على الصعود، السنه الوحيده اللي ما نافستش اللي هو اتلغى في الدوري. 3 سنين بتنافس على الصعود وما صعدتش. وماسك مصر كلها شامطها. ايوه ماسك مصر كلها، لان انا اصلا كنت ما بصعدش بفعل فاعل. ايه بقى الفاعل؟ برضه حكام في ماتش اللي هو بتاع الرجاء. خايف تمسك في الدوري الممتاز او استنى قبل ما تتكلم، ايه رايك في الحكام؟ عندهم اخطاء طبعا. طيب. انت عارف ان عندي حلقه يوم الثلاث مخصصها كلها على التحكيم وجاب حكام كلهم من حكام الدوري الممتاز اللي يرضي ربنا الحكم يصفر ويرجع تاني يعيد الدقيقتين. هنكيش اضرب دماغه في الحيط بقى ولا لا على ايه؟ وتقول لي مش عارف ده يفشلوا التخين يعني. سيبك من الخمس مدربين اللي احنا قلناهم كمان لا والحكام كمان. لو بص هي بيراميدز فلتت ليه وجابت حكام من بره ليه؟ عشان جابوا حكام من غير الحكام الاضافيين. لا 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 استنى والله بقى. العظيم اسمع مني. أيوة. الحكم الاضافي ده كارثه نقمة. كارثه نقمة. كارثه. بص اولا الايمن هنا والحكم الخامس هنا. طب انت لازمتك ايه هنا؟ ما تقف هنا عشان ده شايف دي، شايف نص الملعب ده واخد بالك. والتاني اللي هيبقى هنا شايف نص الملعب ده اللي هو الحكم الخامس. وده الحكم الخامس لان هنا مفيش لايزمان. هنا في النص ده وهنا في النص ده تاني. لا ده الفقاقة بتاعت لجنة الحكام حاطين لك الحكم الخامس هنا. وقلت الكلام ده هي دي مش كيمياء. انتوا بتعاندوا في ايه؟ ما هو الاتنين دولت شايفين الحتة دي. طب والحتة دي ايه؟ مش في الملعب؟ ما هو على اساس ان حكم الساحة كشفها. كشف ايه؟ كشف دي يبقى ده هنا. يبقى انت بتدي براح كده ادي رؤيه هنا ورؤيه هنا ورؤيه هنا الحكم الخامس ورؤيه هنا الايمان. أيوة. وده اللي هو الراجل اللي في النص ده يبقى السعر. شايف واخد بالك. انما قول لي بقى ايه الميزه ان يقف هنا وده يبقى جنبه ده؟ في ساعات بيبقى ده جنب الرايه وده هنا جنب الرايه. الاثنين بيبصوا على حاجه واحده وقرارهم بيطلع غلط. قرارهم بيطلع غلط ويختلفوا. طب ما تحط ده هنا كده، جرب ده حطه هنا. معرفش هل في حريه في الموضوع ده ولا هو قران ولا هو دي هو نص الملعب ده متشاف. ما ده لما يجي هنا يشوف نص الملعب ده بيسهل لك الموضوع يا ابراهيم. طيب الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها على التحكيم رجعني برضو تاني لنفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ماتش اللي انا هحكي لك القصه بسرعه كده، ماتش فرقه التصنيع بتلعب شفت الحلقه اتفرجت على الحلقه. بيحصل بيروحوا يدفعوا فلوس ويحمسوا اللعيبه ضدك عشان ان هم سواء يصعدوا او يسيبوا الماتش او ان هم يخسروا. حصلت قدامك واقعه كتير عندك. وكنا نروح نلعب وكانت الاقي الفرقه مثلا اخر فرقه اللي انا بلعبها دي بتموت نفسها عشان تضيع منك بونت ولا 3 بونت. في حد تاني محفزها؟ طبعا. حد عرض عليك انت قبل كده؟ اتعرض عليك؟ عندك وانا ماسك نيل سواد. عندك القدره تقول ولا مش عايز؟ اصل حبيبي فانا مش عايز. هو عرض طلع عندك ام جمالات اهو. لا معلش اصل ده كان موضوع خطير يعني. فرقه بتصعد كان حسين عبد اللطيف وكان التاني كان ماسك بترول اسيوط. وكلموني ان هم هيجيبوا مكافاه الفرقه وقلت لهم لا. رفضت؟ طبعا. جدع يا كابتن رضا والله برافو عليك. لا اصل ده مبدا ده سيبك من جدع. جدع ايه؟ وانت طب ما انت بعد كده هتسيح بيا. طب مفيش في مره من المرات لعيبه عندك في اي فرقه من الفرق اللي ضربتها في الممتاز بيتعرض عليها ان هي تفوت في حد جه حكى لك من اللعيبه؟ ما حدش. انا كنت وانا في النيل الادويه بنلعب مره وكان التصنيع بينافس هو وفرقه تانية مش فاكر كانت فرقه ايه. والتصنيع عرض على حارس المرمى بتاعنا يفوت ولا يفوت. ما احنا ما كانش لينا يعني لا هنصعد ولا هنهبط. فماتش بالنسبه لكم تحصيل بس حاصل. الفرقه الثانيه لو كسبت هتفضل ماشيه في المنافسه مع فرقه التصنيع. كويس. وعرضوا عليه كانت فرقه بتاعت غزل ونسيج بس مش فاكر اسمها ايه. عرضوا عليه يفوت. عرضوا على الحارس 400 جنيه وحته قماشه. كام بجد؟ ربنا. طب اقول لك على حاجه كمان. الماتش ده كان فيه صديق الجمال حكم.
لا صديق جمال اللي كان بيلعب معانا في الاهلي وكان ساعتها في البلاستيك وراح الاهلي والكلام ده كان هو اللي بعت لي الناس دي وانت رفضت لا انا ماليش دعوه هم كلموا الحارس والحارس ايه باعك الحارس الشوط الاولاني عامل شوط ولا عصام الحضري فقعدوا يكلموه 100 جنيه وسيب الماتش قال لهم لا 200 جنيه لا وهو بيلعب ايوه الماتش شغال وهو عمال يطلع وكده فالمهم وصلوا 400 جنيه قال لهم هاتوا الفلوس ادوا له 400 جنيه حطهم في الشراب احلف بالله يا جدع على الطلاق زي ما بقول لك كده حط 400 جنيه مسكوا الكوره كان عندنا باك رايت اسمه مصطفى العفريت انا بقول لك اهو اسماء مسكوا الكوره طبعا كوره عرضيه طلع مسكها عادي فمصطفى طالع كان بيلعب باك رايت قال له مصطفى الكلام ده لسه في ال 18 وحدف الكوره فيه خبطت فيه رجعت للفريق وتحطها في الجول 1-0 يا ابن اللعيبه واخد بالك طبعا كده ما حدش يشك بس انا قاعد بره هارش خلاص خالد اتلاغى اتلاغى خلاص خلاص قفش التانية بيس الكرة مصطفى قال له لا مش كل مرة اقسم بالله هذا حصل وخسرنا 2-0 عملت ايه في الجون؟ ولا انا مالي ربنا اللي حاسبه مع انه صاحبي جدا وبيروح معايا وكان وعلى فكرة ورب الكعبة يا ابراهيم كان من احلى من احسن الاجوان اللي كانت مبشرة في الخير على فكرة كان راس حرب لا والله وانا اللي اقنعته انه يقف جون واقنعت الكابتن حسن سيف انه هو يوقفه جون ولما وقف جون كان احسن جون في الدرجه الثانيه بس فوت بقى خلاص خلاص بقى ما عشان كده وربنا سابه خلص بدري ما الحاجات دي بيبقى مفيش في ماتش من الماتشات انت ما اشتريتش بس جه رئيس نادي قال لك انا هشتري لك الماتش ده كابتن رضا لا 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 ما فيش الكلام ده ما فيش حتى لو ههبط انا الحمد لله بص الحمد لله في مسيرتي التدريبيه كلها معايا في الرجاء في ماتش الرجاء الاولاني اللي انا ما صعدتش بيه ايه بقى فاول ليا اتحسب عليا اترفع دخل الجول وقعدنا بقى الكوره انت عارف بقى في عفريت في الجول تروح انفراد ما تخشش الجول يبقى نايم كده والكوره هنا بقدره قدر تلاقيها بقت في ايد الجول ما شفتش الماتش ده ماتش الرجاء وطنطا كان ماتش جامد قوي واخد بالك وعاملين كل حاجه في الكوره والكوره مش عايزه تخش والفاول كان لينا اتحسب علينا اترفع دخل جون فينا وعلى فكره ان لو تعادل الدوري ده الصعود ده مليون مره الرجاء ما يصعدش احنا كنا 8 بونت انت مؤمن بالاعمال والسحر لا 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 ما كان في اعمال ولا سحر انا بكلمك بس ان عوامل تحكيميه وحاجه ثانيه احنا كنا 8 بونت مليك كفر الزيات 7 بونت البلدية 6 بونت المنصورة 5 بونت وكان ساعتها الرجاء 5 بونت واخد بالك وكانت اخر فرقة سمادة بوئير كانت حوالي بونت ولا مش عارف 2 بونت 8 بونت وفاضل لكل فرقة ماتش انا لو تعادلت صعدت انا لو تعادلت صعدت انا اخسر من الرجاء ايوه ويجي مليك كفر الزيات اللي هو بعدي 7 بونت يخسر من سماد ابو قير خليك معايا ركز سماد ابو قير اخر فرقه اللي هي ليها بونت انت اديتني خريطه الدوري الممتاز بهم لا انا بكلمك على الصعود في دي ماشي والبلديه لو كسبت المنصوره او المنصوره كسبت البلديه هي اي واحده منهم اللي يصعدوا هيبقى 8 ماشي الرجاء بقى 8 عشان بالمواجهات المباشره اللي هم طلعوا لنا فيها دي ولا باهداف ولا ب عشان كسبوني في الماتش الاخير ماشي بقى 8 زي فهم اللي صعدوا ينفع اي حاجه تضايقك ما تنفعش لا 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 يعني ثلاث فرق يصعدوا الرجاء 5 بونت انا بكلمك على 8 بونت و7 بونت و6 بونت احنا الثلاثه ما نصعدش يعني عشان كانت الرجاء دي تصعد لازم اتوبيس يتقلب والاتوبيس بتاع البلديه يتقلب والاتوبيس بتاع عمليه كفر الزيات يتقلب عشان يبقى ده الترتيب الرباني فجاه دول كلهم بيخسروا والرجاء اللي بيكسب ويصعد طب ده يرضي ربنا وجون انا بقول لك فاول ليا وهات عيد الماتش هتلاقي فاول ليا اتحسب في ثانيه اتحسبت عليا اترفعت دخل الجون طب هو ليه المشاكل بتاعت التلاعب والحاجات اللي شبه كده متسابه هو اتحاد الكره اللي هو مزاج كده ده على مش ده بس ده على مدار الاتحادات ماشي هذه الفقره على اقول لك على حاجه انا صعدت بهتين مره بالعلاقات ايوه قر بقى كده واعترف انا لا انا بقول لك اهو لا اصل احنا كنا المفروض ان هم زي دلوقتي ايوه احنا خلصنا الدوري اول وتاني ماشي واخد بالك فالمفروض ياخدوا اول وتاني حلو
فقال لك لا هناخد اول بس. فانت قلت مش نافع. لا مش حكايه مش نافع، ده حقي. حقي، لان انت عارف حرام طول الموسم انت شغال فيه والفرق بونت ولا 2 بونت، وانت في بهتين مسيطر. لا والله ابدا. طيب ايه اللي حصل بقى احكي بس. فكلمت الاستاذ جمال ان احنا بدل ما الاستاذ جمال العاصي بدل ما هي مين الاستاذ جمال العاصي؟ الاستاذ جمال العاصي الصحفي. الصحفي ماشي. وقلت له دلوقتي احنا اتظلمنا لان طبعا كان في عوامل تحكيميه وكانوا عايزين بنا هي اللي تصعد. قلت له طب ليه ما ياخدوا اول وتاني؟ ماشي. فكلم الدهشوري حرب وكلمه كاب سياج الله يرحمه وقال لك خلاص ماشي اول وتاني صعب. طب ما هي ماشيه اهي بقى من زمان اهي بالعلاقات اهي. بس حق ربنا انا انا كنت في الفتره دي لازم كنت اصعد، بس اتظلمت كتير في يعني مثلا اقول لك على حاجه. ماتش من ضمن الماتشات بنلاعب فرقه اسمها البراجيل. عارف البراجيل بعد امبابه. واخد بالك بنلاعبهم. انا اكسب الماتش ورب الكعبه يا ابراهيم هذا حصل، ورب الكعبه هذا حصل. والكره اتشاط انا كسبان 1-0 ادي الجون اهو. صح؟ ايوه. الراجل من هنا كده شاط الكره كده ماشيه بالعرض كده، الناس اللي واقفه هنا كده في واحد قام جاي مد رجله حطها في الجون. يا جدع اقسم بالله الهي ما اشوف تاني لو ده ما حصلش. مصدقك. والحكم حسبها جون. تضرب دماغك ولا ما تضربش؟ ماتش زي ده كان يصعدك. وعملنا تظلمات وودينا الفيديو والكلام ده، واخد بالك؟ ولا حياه لمن تنادي. انت عايز اكتر من كده؟ لا خلاص مصدقك. يبقى كنت المفروض اصعد ولا ما صعدتش؟ خلاص هتصعد. لا يعني بنها مثلا كان ساعتها. انت تعصب ليه طيب؟ ما انا بقول لك يعني اصل انت بتقول لي ايه لا بالعلاقات، لا لان هم حسوا ان انت اتظلمت في كذا ماتش، وكذا ماتش كنا مشكله كنا بنصور ونبعت للجنه بتاعت اللي هي لجنه شؤون اللاعبين. عايزين ناخد فاصل. اطلع فاصل. ابو العيله قال له يعني انت كمان اسمك ابو العيله. ابو العيله طلعنا فاصل. ابو العيله انا كنت بمسك الفرق في اول بداياتي، الفرق اللي هي كانت بتهبط وكنت اقعدها. يعني اول مره قعدت نيل سوهاج وصعدتهم. يعني هم كانوا بيهبطوا وكان ساعتها بياخدوا بيصعدوا 5 فرق من الصعيد. 5 فرق من الصعيد. وانا رايح وهم كانوا حوالي 24 بونت. واخد بالك؟ وكان بينهم وبين التاني ولا اللي هو هيهبط من تحت التاني حوالي 2 بونت او 3. فقعدنا ندي حافز ونصرف فلوس، كان ساعتها عاملين الماتش ب 80 جنيه. رفعت الماتش ل 500 جنيه. صعدنا في السنه دي. من بعد ما كانوا بيهبطوا. طب بس تجربتك في نبارو ما كانتش كويسه. ليه؟ ليه بقى؟ هقول لك ليه. الناس اشترت وبعت ماتشات حواليك. لا 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 ده كنا لسه في اول موسم. كنا لسه في اول موسم. الشراء والبيع بيبقى في لا احنا كنا متفقين ان احنا هنجيب فرقه صعود. لما رحت ما لقيتش في فلوس. واخد بالك؟ فاضطريت ان انا خلاص اتحطيت في موقف، لان انت عارف نبرو بلدي. وكلهم بيحبوني وانا بحبهم. فبدانا نعمل اختبارات زينا زي اي نادي. اختبارات؟ طبعا. ما اشتريناش لعيب، ما احنا قلنا هنشتري 3-4 لعيبه يسندوك. انا رايح على حسب ان في صعود. واسال الناس في مجلس الاداره. رحت لقيت الحياه مختلفه. اشتروا اللعيبه بكور وبتاع؟ لا مش بكور يعني. ما اصل هندفع ايه يعني؟ الدنيا كانت بدات تصعب، لان الناس اللي هتدفع فلوس كانت جايه هتبقى جايه بالتعيين، خلي بالك. فطبعا اتضرب فيهم زومبا، فلازم يتعمل انتخابات. يعني كان المحافظ هيعينهم اللي هم رجال الاعمال اللي كانوا يصرفوا. فطبعا لما اتضرب فيهم زومبا ان لازم يتعمل انتخابات، فهم طب هيوجعوا دماغهم ليه؟ هننزل انتخابات ليه؟ احنا كنا هنمسكها كده وخلاص. فاصبح ان الموارد ايه؟ وبعدين ما تقص تاريخ التدريب كله في نبروه. انا ما قستش، احنا بنتكلم على التلاعب في المباريات، فبفتح معاك الملف. لا ده. لا اصل انت بتقول لي يعني ما فلحتش ليه؟ وبعدين مهما كنت الدرجه الثانيه دي الممتاز بيه فلوس وعلاقات عشان تصعد. فلوس وعلاقات عشان تصعد. في فرق صعدت دفعت كتير كتير الفتره الاخيره دي من 10 سنين. اي فرقه صعدت من البحري او من القاهره او من الصعيد ليها علاقات ودفعت فلوس عشان تعدي. شخشخ عشان تعدي. اسمها شخلل. شخلل شخلل عشان تعدي. وانا بقول لك على الملأ اهو، مفيش فرقه كانت بتصعد الا الفرق اللي هي بتاعه المحافظات اللي معاش فلوس. اللي هي وراها جمهور، اللي هي اسوان مثلا، شقيانين، اللي هي وراها جمهور. المنصوره، دمنهور، طنطا، البلديه، واخد بالك؟
دولت بيصعدوا بشكل انفس، مع ان بيبقى في عوامل يعني ها، بس برضه مش زي اللي معاهم فلوس. وصلت فاهم؟ لو اتحاد الكره على علم بكل ده وبيساعد ويبعت لهم حكام ليهم يكسبوهم وللفرق التانية يعطلوهم، وانا بقول لك على الملأ اهو. حصلت معاك؟ مش معايا انا، مع كل الفرق. طيب خليني بقى ارجع تاني بقى نخش على ملف تاني، نخش على ملف الاهلي والمنافسات اللي حاصله في الدوري الممتاز. دوري حلو وسخن، الاهلي النهارده بيكسب الجونه 2-1، بيراميدز هو كمان بيكسب المقاولين العرب 1-0. الدنيا بقى فيها حماس ولع ولع, ولع حلوه من الحاجات اللي طبعا طبعا. بص احنا عايزين اربعه زي بيراميدز. اللي يقول لك تجربه فاشله، لا انا شايف انت السنه اللي فاتت حسيت بدوري، تقصد زودت الزخم، الاثاره في الملعب وبره الملعب. الدوري بقى له طعم دلوقتي، انت تعرف دلوقتي مين هياخد الدوري؟ الزمالك متصدر بفرق 4 نقاط. تعرف مين هياخد الدوري؟ ادينا مستمتعين بعد اخر 4-5 ماتشات. فرقه بتقع والفرقه الثانيه بيشدوا حلو وماشيين. عارف الميزه في ايه؟ في الجزئيه بتاعت بيراميدز تحديدا، هي مش المنافسه وبس، هي المنافسه وكواليتي اللعيبه اللي موجود. ايوه ما بص يعني يا كابتن رضا، انت كوير بقى ففاهم اكتر مني يعني. لعيبه حلوه قوي، مستويات وامكانيات وحاجات شبه ولاعيبه كمان. يعني 4 ولا 5 اللي هم اجانب، انما الباقي كله في الدوري المصري، واهلي وزمالك ومقاولين واسماعيلي. شفت الجون بتاع خربين والمصري ولا؟ شفته. ايه رايك؟ شفته لف بيها وحطها. اسمع الكلام يا ابراهيم، والله العظيم احنا انا امنيه حياتي، بلاش تستثمر بقى. هو مش السموحه دي فرقه في الدوري المصري وعندها امكانيات؟ ايوه. انت نفسك الفرقه دي كلها يبقى ايوه ما تبقوش كومبارس، ما تبقوش كومبارس، خلي قلبكم ما انتوا بتصرفوا. برافو عليك. هو انتوا ما بتصرفوش؟ ما انتوا بتصرفوا، بس خلي عندك طموح. انت لما سموحه جت في سنه من السنين وكانت بتنافس، وصلت لنهاية الكاس، وصلت والدوري الدوره الرباعيه دي لو فاكر. ايوه. والدوري راح بجون. ايوه واخد بالك. فانا بقول لك يعني لما يبقى في 4-5 فرق زي كده، ده الدوري هيبقى شطه. عارف يعني ايه شطه؟ ايوه. انت فرقه واحده بس جت، هي نغشه الاهلي ونغشه الزمالك. انت عامل 1000 حساب، ما بالك بقى لو في 3-4 فرق. فنيا الامر يثري الكره المصريه ده في كل المجالات، ملاعب، لعيبه، مدربين، لعيبه انت بتجيبها محترفه، واخد بالك؟ الشغل بيبقى على اعلى مستوى يا ابراهيم. طيب هتكلم بقى واحنا بنتكلم على المنافسه، من وجهه نظرك شايف مين الاقرب؟ احنا دلوقتي لا، مين الاقرب دي؟ دي على مستوى ال4 ماتشات اللي جايين، ال4 ماتشات لكل فرقه. خلي بالك الاهلي النهارده لو اتعادل كان ممكن يخرج بره السباق في المنافسه. ليه؟ لان هيبقى عنده الماتش اللي جاي حتى لو هو هيلاعب اقل فرقه في الدوري. بس لغه المكسب بتجيب مكسب، مش بقول لك مكسب بيجيب مكسب. فهو في استمراريه فبيديله الحافز. فانت لما بتيجي تتكسر في النص فبتقع كمان ماتش او الماتش اللي بعديه، تفهمني؟ اللي بعد اللي بعديه، حتى لو كسب الماتش اللي بعديه في ممكن يقع الماتش اللي، تفهمني؟ لان الفرق برضو 6 كتير قوي. انت واخد بالك؟ ومش كتير. ليه؟ لان كتير ولا الاول مش كتير؟ لا الاول بيفرط. ما هو انت مثلا الماتش اللي فات بتاع طلائع الجيش ده، انت تتوقع ان الزمالك هتعادل؟ لا لا لا، ده كسبان 2-0. لا لا ده كسبان 2 وعامل كوره حلوه، واخد بالك؟ عامل كوره حلوه. فانت مش متوقع ان 2 بونت يضيعوا في ماتش زي ده. عندك حق. انت اللي يضيع مثلا في ماتش بيراميدز، في ماتش الاهلي، واخد بالك؟ في ماتش يكون صعب مثلا زي الجونه ده في ملعبه، لان الهواء بيبقى جاي في حته واحده ما بيروحش، واخد بالك؟ فممكن يلعبوك الشوط الاولاني وتيجي الشوط الثاني تلاقي الهواء ضدك، وطبعا انت عارف ملعب ضيق والدنيا تت تت شلوتين ثلاثه تلاقي الوقت خلص. فده لو ضاع منك 2 بونت في ماتش زي ده ما تزعلش، لان كويس ان انت ما بتخسرش. صحيح، واخد بالك؟ انما ما اجيش بقى في ماتش على ملعبي وفي وسط جمهوري وابقى كسبان 2-0 واجي اتعادل، ده كارثه. واخد بالك؟ فانت كده اللي قومت فرقه الاهلي تاني، اللي اديت امل تاني لفرقه بيراميدز تاني ان هي تخش ويبقى عندها امل في المنافسه، لان عندها ماتشين اهلي وزمالك لو كسبتهم مش ممكن وطبعا تلطش بقى مع الاهلي والزمالك، مش ممكن ياخدوا دوري؟ وارد. مش بعيد. مفيش في الكوره حاجه بعيد. مش بعيد. طب خليني بقى اسالك على الجزئيه اللي ليها علاقه برضو، زي ما عملنا مع الزمالك نعمل مع الاهلي بالانصاف يعني. يعني سالتك على لعيب تقريبا لعيب في الزمالك. طيب الاهلي
ونبتدي من حراسة المرمى. شريف إكرامي شايف المستوى عامل ازاي؟ شريف ماتش والماتش اللي فات كان محمد الشناوي كان عنده اجهاد فما شاركش اللقاء ده وشارك شريف إكرامي. الاهلي محتاج حاجة على مستوى حراسة المرمى ولا مش كويس؟ طبعا محتاج؟ لازم يغير ويدي. بص التلات تجوان مستواهم واحد علي لطفي وشريف إكرامي ومحمد الشناوي احمد زي الزحمة. فانت لازم انت لما نزل محمد الشناوي وسخن واتصاب لو مش شريف في الماتش ايه اللي يحصل؟ لو غلط ضيع 3 بونت من النادي الاهلي. فلازم يبقى جاهز. فانت شايف انا شايف ان كل واحد ياخد ماتشين لان احمد زي احمد سياسه التبادل دي المدربين ما بيحبوش يعملوها يابا لازم تعمل كده. طب اسمعني بس ما طب ما انت لما اتصاب دلوقتي محمد الشناوي بيسخن لو شريف مش جاهز ايه اللي يحصل؟ لو بتلعب فرقه بقى صعبه وبتروح عليك بجد. انت الماتش اللي فات كان الاهلي بيلعب مين؟ الداخليه غالباً. مش هتهاجمك. انت ممكن توقف عم حارس. انا بكلمك بجد ممكن توقف عم حارس. لا يعني مش عايزه لوغاريتم ان انت توقف ده. ما توقف ادي الشيف يبقى عنده الحساسيه وادي لعلي لطفي ده اللي كان احسن جون لما كان بيلعب الاهلي والزمالك. هم خدوه ليه واشتروه ليه؟ كان مش كويس قوي. طيب رايك في محمد هاني باك رايت دلوقتي؟ كويس دلوقتي كويس. علي معلول كويس. سعد سمير وايمن اشرف كويسين يعني. هشام بس ما عندهمش بديل. في حد بديل؟ هشام محمد وعمرو السوليه. لا انا ريحوا بقى وحسام عاشور يلعب. ريحوا واحد منهم يريح وحسام لازم يرجع يلعب. ماشي. رمضان صبحي. رمضان صبحي مش عارف مش فايق ليه. يعني انت المفروض جيت بلدك بقى وجيت هنا عشان تروح وتثبت للناس ان هم غلطانين في حقك لازم يبقى مستواك احسن من كده وكورتك افيد من كده. ناصر ماهر يعني لسه بيتقل بس ابقى عايز اقول له نصيحه ما تقعدش تلف بالكوره كتير وترجع بيها لورا كتير لانك انت العقل المفكر بتاع النادي الاهلي وهم بيدوكوا الكرة عشان انت اللي لازم تلعبها للناس اللي قدام. فانت لما بتقعد تلف وترجع سبت ايه بقى لهشام محمد وسبت ايه بقى لحسام عاشور والسوليه؟ ما انت بتلعب في الحته دي عشان انت بتوصل للناس دي. فدايما كل لعبك وتفكيرك للناس اللي قدام. لما تتزنق قوي العب على الجنب. طيب حسين الشحات قلت لك مش هيبقى حسين الشحات الا لما الصفقه دي تيجي صفقه اعلى منها عشان هو يريح دماغه. مضغوط طبعا لان هو عايز ينزل يعمل كل حاجه ده ب 180 مليون. فلازم هيبقى طب ما انت كنت ب 625000. انا افرق لان انا كنت جاي كنت من اغلى نادي واحد كبير. كنت اغلى واحد في وقتك. كنت انا نادي كبير. نادي الزمالك نادي كبير. ما هو جاي من العين برضه. لا معلش مهما كان العين على عيننا وعلى راسنا. دوري هناك غير هنا. كره هناك غير هنا. ملاعب هناك غير هنا. ملاعب هناك احسن كتير. انا بقول لك كتير بس هو المشكله ان انت رايح من نادي الزمالك نجم. انما هو يعني مع كل الاحترام والتقدير ليه ده جاي لازم يثبت امكانياته. احنا شفناه بس في المقصه ما تاخدش دوري ولا كاس. واخد بالك يعني مش لعيب مصنف مش لعيب يجي يشيل لك فرقه. ما تعتمدش عليه في الاول. ما تعتمدش عليه. ايوه واخد بالك. انما احنا نفرق كتير يعني. هو منتخب مصر ونادي الزمالك وحاجه وعندنا الثقه وبتلعب تحت جمهور على طول وتحت ضغط ولازم كل ماتشاتك تكسبها ولازم انت خلاص. ما كانش بيفرق معاك خالص ولا في دماغك. انا بقول لك انت بتقول لي الضغوط. ده كابتن شام حنفي كان عامل بيقول لي كنت بتقعد تهزر وتهرج والكابتن ثابت البطل بيبقى مستغرب انت بتعمل كده ازاي وكان بيبقى متضايق من الموضوع. وهم بيقروا قران. كاننا مثلا قاعدين في عزا. القرآن حلو وتمام التمام بس انت في وقت لازم تخرج من التنشانة دي بحاجة ان هي تخليك فريش. انا من النوع كده. انا ما اعرفش مثلا انت بتقرأ القرآن في وقت يعني لكن قبل المباراة بتبقى العملية امتى بقى امتى مش قدام الناس والتلفزيون يصورني واحط الفوطة واقعد اقرأ. لا انا بالليل كده. انا بالليل اخلص بيني وبين ربنا وخلاص بقى انزل بقى بتكل على الله بس لازم ابقى فريش. انا لازم ابقى بضحك وهرج وكده. لما تبقى مدير فني لسه انا هشغل لهم اغاني في فتره كده ما هتلاقيهم مضغوطين هشغل لهم اغاني. تخيل نفسك كده مدير فني لفرقه زي بيراميدز تعمل ايه معاهم؟ وربنا يخليهم يلعبوا احلى كوره لان ما عندهمش ضغوط. ايه الضغوط بقى؟ ان ما فيش جمهور زي النهارده مثلا. بس عندك نجوم. ماشي هتعامل معاه. هتدورها هتدورها ازاي؟ النجوم دي هي اللي هتشيلك. النجوم دي امال انت جايبها ليه؟ عشان انا
ابقى انا النجم اللي بينه وبين الجمهور؟ ما انا خلاص خدت نجوميتي وانا لعيب. ده انا النجوميه بتاعتي الناس اللي هتعملها لي هي اللعيبه دي، هي اللي هتكبر اسمي في التدريب، فلازم اعتمد عليهم لان عندهم الحلول. هو انت لما بتكسب كل ماتش بتعمل اداء، مين اللي بياخد الصيت؟ اللعيب اول حاجه، المدرب، وبعد كده يجي يقول لك شفت النهارده اساسي، شفت النهارده مش عارف ايه. بس لما بتتغلب اول واحد بيلبس في الحيطه. بس لو انت لا، لو انت مقد اللي عليك انت بتقول ايه؟ الكره مش ماشيه النهارده، احنا عملنا كل حاجه بس الكره ايه؟ مش ماشيه. بس انما مش هبقى واقف كده زي الصنم عامل لي كده ومش شايف، لا بعرف اغير ولا بعرف ادير الملعب ولا. انت في ماتش طلائع الجيش عايز اقول لك على حاجه نسيت اقولها لك وانت في المداخله. تلف وترجع على ماتش طلائع الجيش. انا لعيب واحد اللي بيلاعبني يا ابراهيم احمد سمير اللي بيلاعبني هو اللي عامل مصدر خطوره، ما مسكه طارق حامد بس خلاص كده الموضوع انتهى. انا القلق اللي كان عامله لي الراجل ده انا مسكته خلاص، ما شفتوش في الجون الاولاني بس خلاص بعد الجون الاولاني كل هجمه رايحه هو اللي بيعملها. طب انا انيم عليه طارق حامد يمسكه خلاص؟ ما خلاص انت كده واحد قصاد واحد بس اللي هو بيلعبهم. طيب واحنا اتكلمنا على بطوله الدوري واتكلمنا على بطوله افريقيا واتكلمنا على الامور اللي ليها علاقه باداره كره القدم، شايف مدير كره قوي الزمالك؟ طبعا عايز مدير كره قوي. طبعا بعد الحاجات اللي بتحصل دي الفتره الاخيره لازم مدير كره يكون قلت لك شارب من لبن امه بجد بجد، لان لعيبه الزمالك مش عايزه بقى الا ايه في الفتره دي كده، ومفيش حاجه اسمها يروح للمستشار مرتضى ويبوس دماغه ويقول له خلاص شلت لك الوقف. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده طبعا. احنا وقتنا خلص، هل لديك اقوال اخرى؟ عندك اي تعقيبات على اي حاجه؟ اسئله ما اتسالتهاش؟ دي حلقتك الاسبوعيه، فلو عايز تتعقب على اي حاجه قولها قبل ما نختم. عايز اقول حاجه بس واقفالي في زوري بس. يلا قول اللي انت عايزه. يلا. يعني بقول ان شعب مصر مش بيتكسر. وشعب مصر ده عظيم. صحيح. وشعب مصر ده كبير. فياريت بقى كل واحد من اللي طلع اللي هم بيقولوا ان احنا بنحب مصر. هم ثلاثة عارفين نفسيهم. وطلعوا اتكلموا في الموضوع ده. انت بتتكلم في السياسة ولا بتتكلم في الرياضة والكورة؟ ما انا بتكلم في الكورة اهو. ماشي. هم اتكلموا في الكورة ليه؟ ماشي. ناس في السياسة يعني؟ ده ناس كبار وليهم مكانتهم ولهم وضعهم. كويس. انت مالك ومال الكورة؟ انت بتدخل نفسك في حاجه. انت انا دلوقتي انت بتكلمني دلوقتي جبت حاجه عن السياسه؟ لا، ما انت فاكر المره اللي فاتت لما جيت تتكلم معايا في السياسه قلت لك احنا برنامج كوره، ما انا ما بتكلمش. هم المفروض يبقوا كده. هو بس ايه المفروض ان هم لما الاهلي يكسب او الزمالك يكسب في افريقيا نوه زي ما انت عايز. ايوه. بين انتمائك زي ما انت عايز. مصر كلها بتفرح وافرح لما مصر تكسب بقى وبتاع، انما ما تفرحش فينا اللجان اللي هي الثانيه اللي هي قاعدنا على الواحده. واخد بالك؟ ما ينفعش. ما ينفعش برضو واحد بقى عمال يعمل لي تغريدات وانت تيجي هنا تقوم جاي هتطهن على مواقع التواصل الاجتماعي. ما ينفعش. ده راجل عربان بره مصر. ده راجل عايز يصير فتنه ومش عايز استقرار في مصر. احنا داخلين على بطوله امم افريقيه، لازم كلنا نبقى ايد واحده. احنا عايزين نبين للعالم كله ان احنا عندنا بلد الاستقرار. برافو عليك. واخد بالك؟ انما انت وانت وانت هتبين انتمائك من خلال منبرك. اقعد في البيت. ده الكابتن لطيف الله يرحمه والكابتن علي زور والكابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه. ايوه. اتنين اهلاويه واحد زملكاوي، لما كانوا بيذيعوا ما تحسش ان ده اهلاوي او ده زملكاوي. مع ان معروف ده اهلاوي وده زملكاوي. واخد بالك؟ بس لما بيجي يذيع ماتش للاهلي او ماتش للزمالك ما تحسش ان في، فانتوا اللي هتشيلوا الفتنه كده. فاحنا بنقول لكم خفوا واتكلموا في السياسه. المنبر بتاعك منبر محترم. انت مالكش في الكوره، انت لعبت كوره انت ولا هو ولا هو؟ انت مالك؟ امال عايزين استثمار لمصر ايه؟ امال سياده الرئيس بيقول لك احنا عايزين نجلب المستثمرين الاجانب هنا في مصر ايه؟ صح ولا كلامي غلط؟ خليك في الكوره. انا لما اخش في السياسه اقول لي ستوب. احنا مالناش في دي، احنا هنا برنامج رياضي. وهم نفس الكلام برنامج سياسي. لما تخش في الكوره ما تبينش انتمائك على الهوا، خلي انتمائك لنفسك. واخد بالك؟ احنا مصر اهم من الاهلي والزمالك. انا عندي، برافو عليك، ماليش دعوه اقسم بجلاله الله. وانت طبعا بعد الموقف كمان اللي خلاني اكثر وطنيه اللي انت سالتني فيه المره اللي فاتت بتاع التثبيت، فعرفت قيمه مصر كمان لما بتكون مهلهله ولما تكون واقفه على رجليها. ابراهيم بتاع التثبيت طبعا ما ثبتوك
ثبتوني اللي اتثبت ده ليا الفخر. ده كويس كمان ما عرفيش ان انا رضا عبد العال. كلم بجد اكسب يعني انت كل ده هم ما كانوش يعرفوا ان انت رضا عبد العال؟ لا لا مبرشمين مش في دماغهم، هم عايزين العربيه انت عارف لو عرفوا ان انا رضا عبد العال كانوا خدوك كلك على بعض. يعني وقال لك بقى دي مثلا 10 مليون جنيه، طب العيله هجيب لهم منين 10 مليون جنيه؟ انت في تحت البلاطه كتير يا عم. ده خدوا لبس بس بحوالي 20,000 جنيه، اللبس الشتوي اللي انا كنت جاي بيه، كنت جايب اللبس الشتوي ترنجات ولبس خروج، ما انا كنت في طنطا قاعد. وجاب لي اللبس بتاع الشتا كله ولميته عشان ان احنا دخلنا في الصيف. يا ما شاء الله. وان احنا لسه هنلعب ترقي، فانا جبت بقى الشتوي عشان اخد الصيف المره الجايه. ايوه اتسرق الشتوي واخد بالك. يا دي الفضيحه يا دي الفضيحه. محطوط في العربيه في شنطه العربيه. فهم طلعوا بيغمى يغمى يعني. وبعد كده يعني يعني حتى لو انت مثلا كنت بتقول مصر والكلام ده، لا تحس من موقف زي ده يا ابراهيم. صح عندك. تعرف قيمه مصر بقى هنا، شوف احنا كنا فين ورايحين على فين ودلوقتي احنا فين. فدلوقتي لازم نلم بعض، نحابي على بعض، وما نفرحش حد فينا، واخد بالك؟ صح. ولازم بقى نبقى ايد واحده، احنا كنا بقينا ايد واحده مره او مرتين، مره في ماتش الجزائر ايام الكابتن حسن شحاته اللي هو الماتش الثاني. ايوه. اما مصر كلها كنت يعني حاجه زي الفل. واخد بالك؟ ويوم 30/6. قلنا انت كابتن رضا برنس. دولت المرتين اللي تحس ان مصر كلها على قلب رجل واحد. فعايزين نبقى كده يا ابراهيم ان شاء الله باذن الله. وسيبك بقى من حته بقى الهيافه بقى بتاعت اهلي والزمالك والمواقع والكلام ده، دي لجان اصلا ليها مصلحه ان مصر ما تبقاش مستقره، لازم نكبر عن الحاجات دي، اساءات والشتايم وخلي بالك في ناس مغرضه، البهتان والزور في ناس مغرضه، ناس بشكل انت مش عارف دواخلهم ايه ولا عارف هم بيتعاملوا مع بعض ازاي ولا مدى نزاهتهم عامله ازاي، شتايم وحاجات الحقيقه صعبه جدا. كابتن رضا تشرفتني ونورتني حبيبي يا ايما، ربنا يبارك لك. انا بتبسط كل حلقه. انا كده هروح مرتاح. انت تقول اللي انت عايزه. الله يبارك. انت مالك مكانك. طب ما تيجي نقول التاني. قول اللي انت عايزه. كل سنه وانت طيب حبيبي يا كابتن رضا. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم طبعا شكرا جزيلا، وبشكر فريق العمل بالكامل. حلقتنا خلصت النهارده، ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد نكلمنا في العمر بقيه الساعه 11 حلقه جديده من نمبر 1. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.